الأخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في سهرة هذا الجمعة على الجزائرية وان في حصة غير فوتالي بيان سور. تجيكم بالضيوف تاعها وبمحلليها، وضيفنا اليوم الأول هو تو سامبلومون بطل إفريقيا، بطل إفريقيا مع شبيبة القبائل، وكان أيضا لعب في مولودية الجزائر وفي نوادي أخرى. تحية كبيرة للاعب السابق لشبيبة القبائل حسن العزاف. بيان سور ونعاودوها ونقولوها في كل مرة، حصتنا ما تكونش بلا العشرة والقبطان تاعنا عمار عمور. ضيفنا الثاني هو لاعب دولي سابق، راح احترف في فرنسا وجانا اليوم خصيصا لحصة غير فوتها. تحية كبيرة للاعب عبد الرؤوف زرابي. كما عودناكم في غير فوتها في كل مره نستقبل فنانين ولا حتى يعني كوميديان في حصتنا. اليوم هو عرفتوه في حصه الفهمه وفي حصه المنشار، جانا سبيسيالمون غير فوتها من مغنيه وسيني المغناوي. حصتنا اليوم تستقبل لأول مرة وكيل لاعبين، حتى لأننا في بيريود تاع الميركاتو وحبينا نستفسروا شوية واش يصرى مع الوكلاء ومع اللاعبين ومع النوادي. دونك تحية كبيرة لوليد بوشنافة. ضيفنا الأخير هو كان لعب في الفئات الصغرى في فريق شبيبة القبائل، وكان لعب أيضا في اتحاد الحراش. تحية للاعب السابق جمال رحموني. وبيان سور نحيي كما في كل مرة الببليك لو معنا. مساء الخير مشاهدينا الكرام مرة أخرى في العدد الأخير لسنة 2018 اللي رحبوا فيه ولأول مرة، وأنا سعيدة جدا اللي راهو معنا اليوم لحسن العزاف. مساء الخير ومرحبا بك في غير فوتها. الله يسلمك، نشكركم على الدعوة هذه، وسي أن كرون بليزير نعاود نشوفك أنت ونعاود نشوف كاين أصدقائي ثاني هنايا. كيما يقولوا مرحبا و ان شاء الله غا باسي ان بون مومون. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عمار عمور مساء الخير. كي اسمع مرحبا بالضيوف كالعاده. الله يسلمك. بيتو الاحسن. دائما عندنا صحابك هنا. يا سير. احسن فكرني في الايامات. ومن بعد فكرنا شويه والجمهور اللي معنا والجمهور اللي شاد فينا. عبد الرؤوف زرابي مساء الخير ومرحبا بك معنا ايضا في اول مره في غير فوتها. مساء الخير، شكرا على الاستضافه. تلاقيت بخويا الحسن صافي 15 سنه ما شفتو سبحان الله. تخي بيان. وخويا عمور ان شاء الله نجوزو وقت مليح معكم اليوم ان شاء الله. الله يسلمك. مغناوي مساء الخير ونشكرك لان جيتنا من مغنيه سبيسيالمون غير فوتها. مساء الخير. مساء الخير عليكم، نشكركم على هذه الاستضافه، كذلك نشكروا الضيوف تاعنا اللي راهم متواجدين معنا هنا، ونشكروا الببليك اللي راه حاضر معنا، والببليك الثاني اللي راه يشوف فينا. وليد بوشنافة مساء الخير مرحبا بك، انت معروف في نقدروا نقولوا في عالم كرة القدم الجزائرية لان تخدم بزاف مع النوادي وحتى مع اللاعبين، دونك مرحبا بك في غير فوتها. الله يسلمك الاخت اسماء وشكرا على الاستضافة هذه، وحصة غير فوتها راهي اضافة لعالم الكرة الجزائرية وعالم الصحافة الجزائرية. الله يسلمك. سيد جمال رحموني مساء الخير ومرحبا بك معنا ايضا. مساء النور، انا متشرف راني معكم متواجد معكم هنا في الحصه. وهذه الحصه جيتنا من برمنغهام من انجلترا. نعم. دونك وهذه الحصه نتبعها كثير انا كل اسبوع. الله يسلمك الله يسلمك. وكما في كل مره نبداو حصه غير فوتها بلاكتواليتي، واش صرا عندنا؟ شوفوا معنا واش صرا عندنا هذا الاسبوع في كره القدم الجزائريه. إنجاز معتبر أيضا لشباب قسنطينة اللي تأهل لدور المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية.
سنافر اللي بداوا الموسم الحالي بصعوبة تمكنوا في نهاية 2018 استرجاع قواهم في البطولة الوطنية وفي رابطة الأبطال، وهذا بفضل مجهودات كبيرة من طرف اللاعبين والمسؤولين وانتداب المدرب الفرنسي دونيس لافان اللي عرف كيفاش يندمج بسرعة في الفريق وإعطاء الدعم المعنوي اللي أحيا نفوس اللاعبين في الوقت اللائق. الفرحة الأخرى جت من عند أبناء حسين داي اللي تأهلوا إلى الدور السادس عشر لكأس الكاف بفضل ثنائية سجلها قائد الفريق أحمد قاسمي بعد ما كانوا منهزمين بهدف لصفر منذ الدقيقة الثالثة. قناص الفريق قاسمي تمكن تعديل النتيجة في الدقيقة 36 قبل ما يزيد الهدف الثاني في آخر أنفاس المباراة ويعطي الفوز والتأهل للنصرية. الهدف اللي سجله قاسمي في الدقيقة 97 راح يحفز أكثر اللاعبين ويصبح مرجع هام في المباريات المقبلة للإيمان أكثر بالنصر حتى الثواني الأخيرة في المباريات. إقصاء اتحاد بالعباس من كأس الكاف كان منتظر بعد تعادل سلبي في مقابلة الذهب، ومن جهة أخرى كثير من المناصرين الأوفياء تقبلوه بكل منطقية وموضوعية نظراً للمشاكل اللي سبقت هذا اللقاء. فريق بالعباس قاوم بكل ما في وسعه باش يتفادى نتيجة أكبر من هدفين مقابل صفر اللي إقصاته في نيجيريا أمام نادي رونجرز العريق، لكن كنا عارفوا أن اتحاد بالعباس كان قادر ما يتنقلش حتى لنيجيريا لإجراء هذه المباراة على جلب ريكولاش في تسيير الشؤون الإدارية للنادي. لازم نحييو المدرب يوسف بوزيدي واللاعبين وخاصة الوزير والفاف اللي سمحوا لهم باش يتنقلوا بطائرة خاصة وما يشوهوش صورة الكرة الجزائرية وسمعة البلد الأكبر في إفريقيا. وزير الشباب والرياضة محمد حطاب غضب كتير لما دار دورة تفقدية للملاعب اللي راهم يتبنوا في العاصمة. 14 سنة بنيان ومازال تراب ساير داير، والملاعب تاع براقي ودويرة مازال ما استقبلوا أي مباراة. كان تعهد نهائي أنه مركب تاع براقي سوف يستلم قبل إن شاء الله 5 جويلية تاريخ نموذجي لأنه راح يتناسب مع عيد الاستقلال وعيد الشباب. هذا ما بقاش، هذا رانا في حقيقة تنتزي وزو هذه الجوهرة، هذه الجمال تاع تحفة معمارية رياضية اللي راح بدون شك تكون نموذج إيجابي للمركبات الرياضية اللي راح تستلمها الجزائر على المدى القريب جدا، وهذا راح يكون إن شاء الله قبل السنة الأول لسنة 2019 إن شاء الله. لأنه كان عندنا لقاء في الوزارة الأسبوع الماضي، أنا نفكر مع مختصين هل تكون فيه يكونوا فيه مؤسسات تاع تسيير تجارية ديزيبيك ولا يكون فيها، أنا نفكر القرار لم يتخذ. من جهة أخرى الوزير كان راضي نوعا ما بشي اللي شافوا في تيزي وزو، وحساب تصريحات المسؤولين في عين المكان راح يكون الملعب جاهز في شهر مارس المقبل. الشيء اللي خلعنا في هذا الملعب هو ثمن اللي دفعته الدولة لتحقيق هذا المشروع الضخم، وهو 5000 مليار سنتيم من دراهمنا، أي ما يقارب 3,067 مليون و359 ألف يورو. للعلم أنه ملعب أليانس أرينا في ألمانيا لبايرن ميونخ استقام أقل من ملعب تيزي وزو، وكانت قيمته 362 مليون أورو، وهذا في عامين ونصف فقط. احنا عندنا 14 سنة خدمة وما شفنا غير الغبار. تأهل تاريخي لشبيبة صورة لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا رغم انهزامهم بنتيجة هدف مقابل صفر أمام اتحاد طنجة في المغرب. لاعبي نبيل نغيز شرفوا منطقة صورة وكل الجزائر بهذا الإنجاز اللي بلا شك رح يفتح شاهية في المستقبل ويزيد يكبر من طموح الأنصار. الإرادة اللي ظهروا بها رفقاء خوالد رايحة تزيد قوي أذهانهم للذهاب إلى أقصى حد في هذه البطولة القوية. استقرار الفريق والدعم الذكي من طرف الإدارة والسلطات المحلية بدأت تعطي الثمار لشبيبة صورة، وزيد مجيء المدرب الكفء نبيل نغيز زاد أعطى نوعية لائقة باش يدفع اللاعبين إلى الأعلى. إن شاء الله الأمور تبقى تسير بهذه الطريقة باش نشوفوا شبيبة صورة تقدم إلى الدور النهائي، ولما لا الفوز باللقب رغم شكوك المتشائمين. واش هو ممكن الاكتواليتي اللي جلباتك هذا الاسبوع؟
تعلق عليها؟ احنا فرحانين على كل حال، واللاعبين تاع الانديه مثل صوره وقسنطينه وحسين داي راهم مشكورين على التاهيل تاعهم في رابطه الابطال. وعلى كل حال كاينه تما حاجه بلي كوم كوا كاين ان ترافاي لو كي سو في او نيفو دي كلوب هادو ما سيريو سافالور دوني، راح تعطيهم اكثر ثقه صح للمستقبل ان شاء الله. حتى ممكن الفوتبول تاعنا كرة القدم المحلية اللي يقولوا ما عندناش كرة ما عندناش لاعبين، ممكن فات هكذا لواحد الأندية تاعنا تتأهل كلها براتيكمون للدور الثاني، يعني يعطي حتى نبينوا باللي رانا موجودين على الصعيد الإفريقي. هي نعم صحيح، هي سافا دوني جور دو لوكوموتيف بور لي زوتر زيكيب الأندية الأخرين صح، باش تكون فيها خدمة ويكون فيها تما ثقاب في لو كونترول في الخدمة ويكون ان سويفي بور لي جون هذوما اللي جايين. تبدا نعم عمر عمور حتى بلعب بس كانوا قادرين يتأهلوا لولا المشاكل ممكن اللي سبقت بالك حتى في الخمس شهور الأخيرة هذون، كنا قادرين نشوفوا ممكن الفرق الجزائرية قاعدة تأهل، ممكن استخلصوا فقط من الفرق الأربعة هذون شباب قسنطينه اللي نظن باللي راه يتاهل بصعوبه، اللي راه ماهوش يفوز في ميدانه الا المقابله اللي فات اللي فاز هدف صفر، لكن خارج الميدان تاعو راه يحقق نتائج مليحه. نظن باللي المدرب راه يشوف في الامر هذا اسكو امر نفسي ولا امر بسيكولوجيك ولا امر تاع تيرا، ولا نظن باللي باش يخموا لدوري المجموعات، لانه دوري المجموعات راح تصعب الامور. عندك ست مقابلات، لو تفوت تسع نقاط راح تأهل للدور النصف النهائي، وهذا ما نتمناوه للفرق الجزائرية ان شاء الله. ان شاء الله نعم عبد الرؤوف سرابي. نفيليسيتي ونصر حسين داي اللي كان فريق تاعي فريق القلب، نقولها ونعاودها، واني فخور كي فريق القلب هو فريق نصر حسين داي، فريق شباب قسنطينة ثاني اللي لعبت فيه، عندهم جمهور كبير متعطشين الألقاب، فريق شبيبة الثورة اللي فريق اللي تأسس منذ 2008، نظن داروا استراتيجية، اليوم الحمد لله راهم تأهلوا المجموعات. مالوروزمون فريق بالعباس اللي عندهم لاعبين ممتازين، بصح في فريق كيعودوا عدة مشاكل نظن ما تستطيعش تعمل، عندهم بزاف مشاكل. كنا متمنين فريق بالعباس يمروا على رأسهم المدرب يوسف بوزيدي، لكن كيعود عندك ما تستطيعش حتى الانتقال إلى إفريقيا، لاعبين ماشي خالصين، ما تقدرش تدير نتائج إيجابية. ممتازين لاعبين ممتازين عندهم، شفناهم طائرة حتى الدولة عطات لهم طائرة باش تنقلوا، ما كانش عندهم مشاكل كثيرة عندهم نعم. مشاكل، وهذه المشاكل اللي عندهم مش هذا الموسم، هذا كوميل تاع لي زاني اللي فاتوا نعم. لان باش يصرى لك مشكل ماشي اليوم ولا غدوة، كيعود عندك ان كوميل مالوروزمون ما قدروا يديروا والو، وان شاء الله نتمناو لهم ان شاء الله يجيبوا المانتيا في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله يا رب. وي بوشنا فانت عندك بزاف تروح بزاف لاوروبا، وعندك ممكن على بالك معلومات، شفنا ملعب تيزي وزو، ممكن تعليقك على واش قال وزير شباب والرياضه على ملعب تيزي وزو، الاشغال بالرقي وعلى ملعب تيزي وزو ايضا. الوزير اضرب هذا الشيء اكثر مني انا، هذو الملاعب هذه طولت بزاف، احنا نشوفوا انه ملعب مارسيليا مثلا صارت اون رينوفاسيون في 9 اشهر، والملعب عاود ولا بلي نورم اوروبيان. نشوفوا النوفوازان في لافريك، في لاكوت ديفوار بناوا ملعب في 14 شهر، في المالي شركه صينيه بنات ملعب في 9 اشهر. هذا نظن انه الامر غير مقبول، والدوله في هذه الامور لازم تضرب يد من حديد باش هذه الامور ما تعاودش تتكرر. ونظن انه هذو الملاعب ملعب الراقي او ملعب تيزي وزو لازم يكونوا فونكسيونابل دون لي بلو بريف ديلي باش البطوله الوطنيه تستفاد منهم والفرق الجزائريه تستفاد منها. يعطيك الصحه. نعم ممكن مغناوي كاش حاجه. انا في الحقيقه للحاجه اللي لفتت الانتباه تاعي هي التاهل تاع فريق الثوره، تفرجت الماتش يعني كانوا لعبوا بواحد الطريقه قتاليه، نتمناو لهم ان شاء الله يديروا حاجه في دوري المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. جمال رحموني. نباركوا للفرق الجزائريه اللي تاهلت، هما باش نزيدوا نبانوا في لي بول تاع افريك، والملاعب كما قال خونا وليد ان شاء الله كما جيرانا تونس والمغرب عندهم ملاعب جميله ان شاء الله، حتى ملعب وهران كاين ملعب وهران، ملعب تيزيفز وملعب براغي، شفنا سورتو لو مونطو يعني قيمه الملعب كبير 362 والمده طويله يعني ان شاء الله ان شاء الله يخدموهم الملاعب هذو والشبان يستفادوا منهم.
نعم. عمار عمور كلمة عن فوز المنتخب الوطني في قطر في لقاء الدولي، هدف بونجاح، هدف آخر لبغداد بونجاح، فوز سي توجور بون بور لو مورال. صح بلي بالك نبدا من كملتي انا وبونجاح زاد عاود سجل بلي 2018 كان ممتاز جدا لبونجاح. الحاجه المليحه انه كمل توجور يسجل حتى مقابلات وديه ولا مقابلات رسميه، هذا راه يعطيه اكثر بالك انطباع حسن في الفريق الوطني ولا الفريق اللي راح يروح ليهم ممكن في التحويلات الشتويه في اوروبا اذا راح. بون بولو مورال سيفري العمل تاع بالماضي لانه يكمل توجور بلي فيكتوار راح تسهل له الامور، راح ممكن ديبورت يتفتحوا تحيلوا الانتقادات ديجا تنحوا الانتقادات. حاجه واحده اخرى نظن بلي شفنا لاعبين ممكن ظهروا بمستوى مليح، لاعبين محليين اللي بالك راح يزيد يشوفهم اكثر جمال بالماضي في المقابلات الجايين، ولما لا يستدعوا مع الفريق الاول كاس افريقيا 2019. نعم راح نولي لحسن نازف لان عندنا بزاف ما شفناهش وعلى بالنا بلي ما يروحش بزاف لي بلاطو دونك ينوزا اونوري. الو حبينا ممكن الجماهير يشوف فيك وخاصه على بالي جماهير شباب القبائل راح تكون كثيره اليوم، واش راه يدير حسن نازف اون سمومون؟ هي تقدري تقولي راني توجور في الميدان تاع الرياضه بصح سور ان اوت فولي، يعني اتجاه واحد اخر، شو دون زو فولي بيداغوجيك. على كل حال راني مشرف على كوادر في الدوله داكو وليس في الميدان، تما راني بعيد شويه على الميدان. على كل حال ان شاء الله انستيتو ولا نعم في مركز تكوين ولا وين؟ لا في مديريه شباب الرياضه. اه داكو مديريه شباب الرياضه. انت خريج الاي اس تي اس باش الناس تكون على بالها، خريج الاي اس تي اس دونك تري بيان. نعم تفضل. نعم تما الميدان عن قريب ان شاء الله كي يكونوا كما يقولوا اعتراضات تكونوا تما سيريوزمون دي بروبوزيسيون سيريوز كما يقولوا وكلير. على كل حال افيك دي بروجي ان بو لوانتان ان شاء الله تكون حاجه مادا بينا نفيدوا. مادا بيك تولي يعني الميدان كمدرب في الاشهر القادمه ولا؟ نعم ولا حب الله. على كل حال هي كل شيء في يد الله الكريم، بربي ان شاء الله مع المستقبل تكون فيها حاجه ان شاء الله. نعم سن لازف كانت عندك يعني كاريير كبيره، كاين لاعبين كيما انت كنت بطل افريقيا مع الشبيبه، لعبت في موديل الجزائر في نصر حسين داي في اتحاد العاصمه، نظن لو باساج الميور باساج تاعك اللي غارديتو في لا ميموار سيتي؟ والله تحبي صراحه على كل حال شوفي لي كلوب كاع اللي جست فيهم كاع والله غير قلبي ارتاح لهم الحمد لله. لعبت في المولوديه، لعبت في موراها في جياسكا، ومن بعد ليسما، ومن بعد الناهد، ومن بعد لمسيو، ومن بعد بجايه، ومن بعد بوفاريك. هادو كاع درت صبت رجال وصبت احباب ودرت احباب وصايتين ريش اكسبيريونس ليا انا، تجربه قويه جدا. سي غار عمر وين لاعب يدير كاع النوادي ويقول لك عرفت ناس ملاح وخل يعني جي قاعد بون سوفينير مع كاع النوادي. باسكو هو انسان طيب نضرب لي كيما قلت له في الكواليس، قلت له ما كانش واحد يكرهك ولا عنده مشكل معك، انه انسان اولا خلوق، ثانيا يقرا عنده باك بلس 5 ويخدم في يشجع الكوادر ويقري في الكوادر. حاجه ثانيه لعب مليح في الفرق اللي لعب فيها الخمسه ولا سته، لعب تقريبا كاع تيتولار، ما كانش رومبلاسون بالك الا من الاخر وين كره هو الفوتبول وحبس. نظن بلي هذا واش نحتاجوا، المنهج تاع اللاعب الجزائري كامل الكمال لله ولكن كامل من كل الصفات باش يفيد الكره القدم الجزائريه. بالطبع كان عندي الشرف لعبت مع الاخ الحسن، انسان طيب ويعرف يلعب كره القدم، ماشي الانسان انسان طيب ما يهضرش بزاف الفيستير، بصح كي يقول كلمه الناس قاعد تسمع له، بصح كان لاعب يعرف يلعب كره القدم لان احنا درك الوقت الحالي عطينا كيفاش يعرف يلعب، يعني يعرف يلعب اللي تدوي عنده بوكو كاليتي باش تلعب كاع الفرق من احسن الفرق الجزائريه ماشي سهل. لعب في نصر حسين داي، لعب شبيبه القبائل، لعب في مولودية وهران، كي تشوفي اسماء كاع هاد الفرق. واش هي الحاجة اللي قرديتها منه يعني حاجة قرديتها؟ انا كنت صغير عليه بزاف، كنت نسمع له بزاف لانه الحسن احنا قبل ما لعبنا معاه كنا نشوفوه دا كأس افريقيا مع شبيبة القبائل، احنا كي جا معنا نصر حسين داي كنا احنا دي جون سايتي اون ريشيس بور نو، نتعلموا منه، كنا دائما ليكوت، وهو ثاني كان يحب لي جان اللي كانوا طالعين دائما قال لازم تخدموا
لازم تكونوا سيريو، لازم تكونوا منضبطين. الحمد لله والله غير كي شفتو اليوم غير فرحت بزاف. ماكش تحس روحك شيخ بزاف يا اخي؟ لا تسلكاو يا دراري. راني خلاص ما شفتش وين 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 حط روحي بعد الورود هذو. الله يبارك فيك. نشكرهم على كل حال ونشكر قلتلناش من قبل قعدت تقولنا فين كاليتي سبيسيفيك تاع الحسن مازاف، قعدت تقولنا حاجه عنده الحسن. الحسن بلا ما يشوف غير تقلع يعطيك بالاكستيريور. روح روح وحدك روح. ويقول لك قرديها قرديها ما تخاش. بعدنا واحد لا فيديو وين تشوف الحسن مازاف في مد بالاكستيريور. سي با نيمبورت كال فيديو، سي غار ونورو دي فيديو سي لونغ، مي هادي تالمو علي بال ما نقدروش ما نوروهاش. دونك كي كانوا كي ولا الحسن مازاف شوفوا معنا. إفريقيا الأندية البطلة في سنة 1970 منذ 30 سنة سبق للنادي الإسماعيلي المصري. وأن مع راحو سليمان الحكم المالي هذا يعتبر واحد من أبرز الحكام الأفارقة. عزاف يلعبها مع دوب. هوبا هوبا هيدا راح عزاف خدمة قطع عملية عزاف. إيليا إيليا مباراة تضيع. يا سلام لقطة ممتازة جدا، وبن دحمان دائما في المكان المناسب. شوف الكيفية اللي دخل بها نزاف، زاد دخل منطقة عمليات حطها على طبق لبن دحمان. دريوش عنده بطاقة صفراء، نسمع في السيد محي الدين خالد يطلب الهدوء. معك حكيم في الوسط دود مع نزاف ومدان. هايل يا نزاف ممتاز جدا. راح دوب ماهوش في رأي التسلل، انطلق دوب خلاها اليمنى دوب يرجع. اي 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 صعبة. زيد يا دوب كادف ارضية ما توصلش لعباسي، ترجع توصل لمن لدايما لسيكا. وبن دحمان يسترجعها مع عباسي بسرعة. يا عباسي يلا يا بن دحمان طلق على الجهة اليسرى. راح موسوني ماهوش في تسلل، راح موسوني زاد موسوني دخل موسوني دخل موسوني موسوني. حذاري 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 من جم اوتاكا يا كريش وراك عداري من هذه الهجمة السريعة والخاطفة والصعبة. هايلين مدافعين تاع الشبيبة هايلين. وخطأ صفر الحكم، خطأ صفر الحكم لصالح المهاجم الخطير محمد بركات. الكل على الأعصاب وبطاقة صفراء. لا 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 يا دريوش الشيء يجوز بالنسبة للاعبين الشبيبة والسيكا. هايل سيكا هذا. اي 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 حسن الحظ. هنا نقدر نقول بان شبيبه القبائل سجلت هدف. والله ما نسمعك يا مجيد. لا الحكم المساعد قال 6 امتار، دار في حاله الحكم الرئيسي. يلا يا مقاسي الوقت الان لعبنا 9. شبيبه القبائل تفوز بكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. يا سلام صور الاشاده في المدرجات على هيدا عفيت. معنا محشري بحناشي مباشرة، حناشي مبروك علينا. الله يسلمك. مبروك الجزائر، مبروك الجزائر. هذه الجزائر، هاي الجزائر، هذه أنا شبيبة القبائل، أنا حناشي، هذه الجزائر. الحمد لله لحقنا أحسن فريق في إفريقيا. أحسن فريق في إفريقيا طبعا حاليا كان ربح 3 كؤوس إفريقية التوالي لحسن نزاف. جو بونسي ان سوفونير هذا اللي ما يتنساش. ان سوفونير ما يتنساش. وكيلي تاع البارح صافي برسك 18 على كل حال. كاين الناس راهم صغار على كل حال ما يشفاوش، مي كيما يقولك تقعد ذاكرة تما تقعد ذكرى بزاف. دارت لنا بزاف الحاج الحوايج في قلبنا، عطينا الفرحة بزاف للناس. صح. وشو شعورك كي عاود شفتها دوكا؟ واش حسيت دوكا كي عاود شفتها؟ نحس روحي جون باش الشيخ جون. أنا عاود وليت فانتون أريح. ماني نحس روحي فرحة كبيرة هادي. هي على كل حال نشكركم على هاد بل سوفونير سوفونير هذا سوفونير هذوما
شكركم بزاف عليك. شويه ايميو نعم حسوك شويه ايميو بزاف بوكو بوكو بلوس بوكو كيسكي تعاودي تعيشي هي هادو ما تعاود تعيشيهم من داك نعاود نشوف باسكو يافي تيلمون دو ساكريفيس في هاد هي كأس افريقيا هادي ما جاتش هكذاك برك هي سيتي ان باساج تاع من 99 ومن بعد 2000 كانت عندنا فرقه بدينا نخدموا في 98 ومن بعد 99 خسرنا دو فينال مع اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر 99 نعم. ومن بعد موراها عام من بعد تاني تما خدمة وساكريفيس وبزاف فايس ونا اوبتونو هاد تما لا فينال دو لا كوب بون سيتي اون كوب دو لا كاف مي حنا اون اي بيني مي جوي لا تشامبيونز ليغ مي على ليبوك لا غالب حنا اون ايتي مي اون ا جوي اون ا غاني La satisfaction, c'était on avait joué avec l'une des meilleures équipes oui. en Égypte. Ah. Les joueurs qui avaient eu un match, ils ont eu l'équipe nationale. Nous avons eu un match, nous avons eu un match en Masr. Quel est le but de Ben Dahman ? Il était un coup franc. Un coup franc direct. Et ici, en Jazair, on a géré le match. واش قلت له للناس بن دحمان كي راطى هذاك الهدف واش انا ديجا كون عارف هكذا بلي ما حشي ماركي هاك انا نتيري انا الماركي هاك انا مديتها له كنت ماركيها انت احسن كنت ماركيها يا احسن نعم كنت ماركيها انت يا كنت ماركيها انا كنت حاب نبدها خير واحد اللي ماركيها خير ما خير من اللي ماركيها انايا عمر انت كنت من هكذا ينبالو ماركيها صاحبك جيش حلوه جي حلوه الحاجه المليحه في الحسن بالك ماركينا انا وكي لعب سيري فلوندرو كان يلعب ريال درو بار كونتر البوست تاعو اللي تربى فيه ولا ميليو ديفونسيف تو تافي ولعب في مولود الجزائر كستوبر لعب كديفونسور تسمى متعدد المناصب هذه اللي خلات بالك الحسن لا بوليفالونس في المناصب اللي خلاته بالك يلعب في الفرق كاع ويلعب كتيتولار نبدلو شويه ونروحوا اليوم ميكرو توتوا اللي خيرناه ودار هو زميل نسيم جندل هو وش هي الحاجه والحوايج اللي يعني زو ماركي في كره القدم الجزائريه الشعب الجزائري يعني وش هي الحاجه اللي قاداوها في راسهم اي با شوفوا معنا واش يقولوا في ميكرو توتوا تاعنا شوفوا حاجه اللي فكرتنا في 2018 هي جمال بالماضي كي اهلنا الكوب دافريك وما دابا عطى فرصه للمحليين الحاجه اللي قصدني في 2018 سي اقصاء اتحاد العاصمه من منافسه كاس افريقيا وكاس العالم حرقتني بزاف بزاف قاو جا جمال بالماضي جا عاود تقوم ان شاء الله على ربي هم لحقوا الحاجه اللي تما انتبهت لها بزاف 2018 الحجر في لي تيرا وين تراه كاين الحجر الحجر شغل ولينا شغل العصر الحاجه هذه او بوكو بليس تاع مولوديا مع قسنطينه مؤامره تما عيناني يدوكم بدافريك ان شاء الله نعم يدوكم بدافريك ندوها هذيك بالمكتوب راهي بالمكتوب خويا ماجر يقول لك الفرد كي يطيح في الارض يكثروا عليه بالمواس انا عجبني بالليلي خبره في الجزائر هنا ضربوه باربع سنين مي وشنو كيعاود ولا خويا العزيز دار الدير دا كوب دافريك ديالو وبين روحو في احسن ما ياكل خويا العزيز والمولوديه تحيا المولوديه وحنا مولوديه بكري مولوديه واليوم هاوليك الراجل شاف هاي المولوديه والراهي هاي المولوديه والراهي انا المولوديه كانت بكري بون عجبني سعدان بيع كاع الدنيا وشنو جات روطه جات صمطه برد السوداء ما جا الو بورتو وحاجه اللي ماركتني بزاف هي تحفيفه تاع بن شيخ الجزائريه والو غير فوتها هكذا احنا مع الجزائر يا واد مين طلعوا نكونوا معاه تحيه الجزائر ادراوف زرابي ممكن الحاجه اللي في الفوتبول تاعنا اللي تاع ماركي هذا العام 2018 انا اللي شفتو في الكره الجزائريه اكثر بزاف العنف مالوروزمون وسك علاش حنا كاع خاوه سي ان ماتش دو فوتبول كي نشوفوا حنا باغ اكزومبل بطولات الاخرى بطولات اوروبيه يجوا مع ولادهم يجوا مع خاوتهم يجوا عرس كروي حنا كثر بزاف العنف وهذا راجع انا نظن
دائما نقول كاعلاميين كدي زونسيان جوار لازم يوعوا هاد لا جونيس. حنا من داك تشوف دي زارتيكل في الجورنال كذا ميم هما يزيدوا هذا سون فير اتونسيون يزيدوا في هذا التحريض. نتمناو حنا ان شاء الله لي ماتش سي ماتش بالفوتبول يخلص الماتش شحال من الام بكات على وليدها، شحال من اب فقد وليده الكبير. كاين امهات اللي مسكينه عندها ولد واحد توفى راجلها يزيد يتوفى ولدها على جال شنو كره كره تقدم وين في بلادنا، ماشي قال واحد ديبلاصه انا راح لافريك وبدافريك وصرات العم في بلادنا خاوتنا. وكاع نقولوا حنا مسلمين يا خويا مسلمين لازم انا نسيس خويا عمور وخويا عمور يسيس خويا نازف، وهذه هي كما نقولوا اصاله الجزائريين. نعم سي نازف للاسف انتم هما تكلموا بزاف عليك وعلى لي كاليتي ديالك، لكن للاسف الكارير تاعك حبستها اسي جون يعني. حبستها لاج دو 32 زون. 32 زون بديتها جون وحبستها جون. سيتي وكان ظروف يعني خاصه ل نعم هي على كل حال خرجت اكوتي دو لا بلاك. انا نهار خرجت من مشابيبه القبائل هي كانت خرجه على كل حال. باش تما احكي لنا شويه على الخرجه تاعك من الشبيبه. شبيبه القبائل خرجت منها نهار الماتش تاع لو ديرني ماتش مع سي ار بي لا كوب دالجيري في 20 اوت ربحوا جي اسكار ربحت 3-2 سي ار بي. انا ذاك النهار دخلت للسبيطار انايا في من بعد يا با يو دو سويت بون ماغري في لي جورنو كانوا يقولوا الاحسن ني با ليبيري ومعنا. انت هذيك الضربه يعني رحت دخلت للسبيطار شحال قعدت على ليبوك؟ سبيطار؟ 7 جور. 7 جور سيتي ضربه تاع سالمي يعني. سالمي اللي جا من اللور هذيك تتفكرها مليح؟ ها؟ تتفكرها مليح ولا؟ نار يعني وجعتك واش سيتي يا بكوا؟ لا ما وجعتنيش ضربه هي في اللعب. ها؟ سي لي ريسك دو نو. نو جو دير يا يو كوا كوم سيكال تما سور لو مومون سيتي. شو لو مومون بلعت لساني انا. داكور. شو ريستي 6 اور جي بيردو دو كونيسونس. 6 سوايع وانا في السبيطار. من بعد انا واحد ما يجيني للدار. انا شتها باللي شويه جاوني للسبيطار صح سيرت مي في الدار كي واحد من الشبيبه ما جاك من الدار واحد ما جاني جودي في كيكونك. قبل ما تحكي لنا على هذه نوري لك اللقطه اللي لحسن لازف عليها يعني سي امبرسيونون بتي شونجمون في لا فو دو روت ممكن مع المخرج تاعنا وين فوالا وين راح نشوفوا بس كلمت عليها راح نشوفوا اللقطه كيفاش سي بريسك اون اغريسيون مي سي دون جو كي عاود شفتها انا من نهار صارت لي اي با جو بونس كو تي فا اتخ امبرسيوني شوفوا معنا. غير من هناك لعزيز بن حملات القائد حملات نزاف زاف متابعه ضغط قوي الكره فقط تكون التدخل هذا ما اثرش على اللاعب نزاف ان شاء الله ان شاء الله يكون التدخل ماهوش لانه كان تدخل بقوه كبيره تدخل بقوه كبيره من سلمي نظن سلمي نعم على نظر سلمي ونظف يتعرض لاصابه ان شاء الله ما تكونش خطيره فقط على اللاعب نظف من شبيبه القبائل ان شاء الله ما تكونش صعبة على نزف النزف من طرف رجال الحماية المدنية لتقديم له الإسعافات ربما إلى المستشفى مباشرة لتقديم الإسعافات لنزف الحسن بعد سقوطه وتدخل سلمي من الخلف. يعني كانت إصابة خطيرة وخطيرة جدا شفناها في صور حتى البيبيك تاعنا يعني صار امبرسيوني كي عاود شفتها دوكا. هي طول العمر برك على كل حال هي كل شيء في يد الله على كل حال. وانا قعدت 6 هكذاك جي بيردو كونسيونس في غيبوبة كما يقولوا على كل حال فطنت على 10 تاع الليل جوزت واش جوزت في السبيطار ولي قاسني تما حاجة تاع لي قاسني كي خرجت من السبيطار يا با يو دو سويت قال لحسن قال نجو هي نورمالمون ماشي بالتليفون نورمالمون تجي
يا ولو كان خطرة للمنزل واحد ما جاني أنا تما جدي سيدي مع كاع واش جوزت في 5 سنين جوزتها في شبكة القبائل ما قدرش نشوف مرايا عرفت كيما يقولوا باجاجي و كيما نقولوا بالفرنسية لانغراتيتود حسيت بلانغراتيتود حسيتها سي بلوس بلوس كلانغراتيتود سي مونك دو ريسبي ليا أنايا واللي تسمى الفاميلتي و انتيريورمون ليا أنايا تسمى سي با اون كيستيون زعما شغل مونك دو غراتيتود سي بوكو بلوس نقص احترام هذا عدم الاحترام تسمى بشخصيتي وبوش جوزت في شبيه القبائل يا سرا ما سرا ومن بعد بون رحت للجوايع واحد اخرين ورحبوا بيا الناس وين رحت رحبوا بيا على كل حال مي لا فان تاعي تاع لا كارير تاعي انا اللي تسمى شغل جيمي انتر معلاش كاين بزاف اللي ما على بالهمش علاش جيمي انتر ما كارير كي رحت لي كلوب هادوما لعبت بون فلوس ما لعبت في الدومي فينال تشامبيونز ليغ الملاحه كانوا طلعوا من ناسيونال 2 ناسيونال 1 كلاصاو دوزيام ومن بعد موراها زدت رحت البجايه كانوا ناسيونال 2 موراها زدت رحت لامسي وكانوا يلعبوا الهبطه رحت جابورتي ما كونتريبيسيون ومن بعد زدت رحت البوفاريك ومن بعد جافي بلو لا موتيفاسيون نيسيسير pour la suite de mon parcours كيفاش واش حبي يقول تما لونطريمون ولا يجيني صامت علاش باسكو جي فريزي لا بيرفورمانس تما شغل شو اش اريفي ا سيرتان نيفو يا با او دو كونتينيتي نون سولمون في لونكادرمون في لو كادر دو ترافاي توت سي سون سوي و تاني تما ما بس avec aussi des drames qui لي اثروا عليك شويه في المسار تاعك. وكونتخيغ لي درام تاعي هادو زون ريان افوار مع الـ مع لو باركور تاعي سبورتيف. علاش؟ لي درام هادو ما صاروا اون 98 وواحد اون 99. وفاة الاخ والاخت يعني باش. جوست ابري لي بيرفورمونس اللي كنت نديرهم انا على ليبوك بفضل الله على كل حال تعالى. جو سورتي توجور دو لو. علاش؟ باسكو جو مدوني افون. هادوك كيما يقول لك وصرا وكدا سيتي جو سورمونتي لي شوز كيما يقول سي با اتروفيا اتروفيك سي نورمال اتروفيك لحسن ميم ولا اتروفيا يعني على كل حال هي على كل حال مي سيتي سورس دو موتيفاسيون يعني صحيتي وفاة الاخ والاخت سيتي سورس دو موتيفاسيون صحيتي سيتي واش كنت شفت لا بليسيور ممكن تاع ياسين سلمي يعني كان دور تما دون بلي بالك كيما قال لك طول العمر برك دون بلي بلع لسانو سيزر هو غايب في ايطاكوماتور ربي برك شاف فيه سينو هي حاجه اللي بالك خلاته بالك ثاني يحبس الكاريير تاعو صغير سي انه بدا صغير الاج دو 17 ولا 18 كان ديجا يلعب اون سينيور كنت شوف بالك شحال لعب اون سينيور بالك بلوس دو 15 ans ولا سي بور سا بالك كره ولا ثقيل يجي لي لونطينمون نروحوا لعبد الرؤوف زرابي، عبد الرؤوف زرابي وشو يدير في الوقت الحالي؟ عبد الرؤوف زرابي الان قاطن في فرنسا في نيم عندي اكاديميه كره القدم. الله يبارك. الله يبارك فيك. وانا نعملوا مع الشباب عندنا اكثر من 130 طفل من 5 سنوات حتى الاكابر. صافي دير قعدنا في الدومين اللي نحبوا. حكاية من الجزائري افا. جزائريين عندنا جزائريين مغاربه توانسه فرنسيين اسبانيول عندنا من كل هذه كره القدم للجميع والهدف تاع الاكاديميه هذه تخرج لاعبين الحمد لله كان التوفيق من عند الله لحد الساعه عندنا 6 لاعبين اللي راهم يلعبوا الان بين في 4 في البرتغال 1 في ليتوانيا شحال في عمرهم عبد الرؤوف بين 20 سنه و 21 سنه وتديهم معك علاش احنا نبداو في الاكاديمي من 5 سنوات من 5 سنوات وعندنا كاع لي كاتيجوري الحمد لله رانا نخدموا عندنا كاع الجنسيات كنا متمنين نديروها في الجزائر فوالا جوستومون كنت نقول لك على ما ديرش وحده هنا كنا متمنين احنا كي حبست كره القدم كانت الفكره باش نديرها هنا في الجزائر لكن قدر الله ما شاء فعل كانوا شويه البيبان مغلوقين شويه عراقيل الله اعلم ما نقدرش نقول لك يكونوا عراقيل ما تعرفش علاش كل الصعيد كان بزاف عراقيل
الحمد لله. ومن بعد ديسيديت رحنا لقينا الابواب مفتوحه باسكو دوكا مي يشجعوا باش يحلوا اكاديميات يشجعوا يعني. بالك شجعوا مر وقتنا كي كان وقتنا ما كانش تشجيع معليش ماشي كي يشجعوا خاوتنا واحد اخرين كلي يشجعونا احنا هو الهدف المهم. احنا نتمنوا كي نجوا لهنا كاع الخبره تاعنا اللي ديناها كلاعبين دوليين كلاعبين محترفين نمدوها لهاد لا جونيس اللي هما هنا لان هنا دائما نتكلموا على الكره الجزائريه بصح ما نتكلموش علاش على لو مال تاع فوتبول الجيريان. نعم. علاش ما نقولوش لازم نديروا ديزانستالاسيون باش لي بوتي كي يجوا يونترينيو يلقاو يونترينيو. حنا نطيحوا على المدربين ما عندناش مدربين ما عندناش مدرب بصح المدرب راني نشوف تاع الشباب المدرب يعطوا له 30 لاعب في 30 متر كاري ويقول لك خرج لي لاعبين ما تقدرش. ومن بعد احنا نبداو هذا ماشي مدرب هذا ماشي مدرب لا لازم نمدوا تانيك لي زانستالاسيون لهاد لي جان. لازم الدوله تتدخل كما كنا نقولوا من قبيله فيك مع عمار عمار قلت له اذا ما تكونش تدخل من الدوله وكل فريق عنده لي زانستالاسيون تاعو وكل فريق ما تقدرش ما تقدرش لان البوتونسيال تاعو فيزيك كما شفت الخطره اللي فاتت المدرب بوعلام شارف قال لك حبس من الفريق نعم. الوطني وجابوا المدرب الفرنسي باتي اسباني قلت لهم علاش حبس فرنسي وي فرنسي باتي الفرنسي قلت لهم علاش حبس الشيخ بوعلام شارف قال لك لان النتائج ما كاش بصح ما يقدروش يكونوا نتائج وهم علاش المشكل ماشي في الفريق الوطني المشكل في النيفو دو كلوب كي يجيك انت الشاب ما راهوش خادم وتديه الفريق الوطني انت في الفريق الوطني لازم يكونوا لاعبين يكونوا واجدين باش يبدا يلعب لكن ان شاء الله احنا كل ما نكونوا في هذه الحصص لازم نلقاو كلمه ونلقاو الحلول لتطوير الكره الجزائريه ان شاء الله. معنا عندنا اليوم ليك عندنا اليوم ليك صور حبينا تعليق يعني تعلق لنا على كل صوره. الصوره الاولى ممكن شوف هنا منا عبد الرؤوف وقلنا واش تفكرك بهذه الصوره؟ هذه الصوره مع شباب بانيتور شباب بانيتور في ورقلة في ورقلة الفريق اللي فاز اللي رحنا كأس الجمهورية. انا ما لعبتش النهائي كأس الجمهورية لان كان كأس الجمهورية النهائي في مواد نوفمبر انا لان عاود رجعت نصر حسين داي. كان عندنا فريق لاعبين ممتازين مدرب كان الشيخ مصطفى اكسوح وعبد الحكيم بوفنارة وذكرت الرئيس الزرقون رحمون زرقون اللي كان رئيس شرف كان يدير كما يدير رئيس زرواطي في شباب الثوره لكن ثاني مسكين وجد عراقيل رغم هذا فزنا بكاس الجزائر. فوالا صوره اخرى توجور مع في ورقله في ورقله مع الحارس الموريتاني جاي صنبا عدلان بركا سليمان هلالي كانو بن زايد حسن غولا وي لاعب الاربعه حكى في عمرك هنا؟ هنا كان عندي 20 سنه ذكريات مليحة عندك هنا في عندك دو بون سوفونير في الفريق هذا. 20 سنة لأن كنت في نصر حسين داي وهذاك الوقت نصر حسين داي كانوا لاعبين كبار كانوا لاعبين ممتازين وما كانش عندنا الفرصة باش نلعبوا في الأكابر والإنسان باش يبروغريسي لازم يلعب ديسيديت باش نروح للشباب بانيتور لأن كانت أصولي من ورقلة. صورة أخرى جوستومون كنت تكلم عليها نصر حسين داي نصر حسين داي هذه ليكيب اللي شدينا عمار عمور اتحاد العاصمه لا غوند ايكيب تاع اتحاد العاصمه عندنا هنا ثاني كان هنا ان جروب تفامي هنا نصر حسين داي هذه القوه تاعها كنا عائله كنا عائله حتى الاحتياطيين امثال نسيم بوحامه اللي راهو ياسف عليش طوال عليش موسوني موسوني لوكيلي نشاد اسماعيل قانا كانت كيفاش حتى شدوكم عمر؟ كنا 0-0 بولوغين وربحونا في الروتور 2-1 ولا 1-0 ربحنا في لاكوب 2-0 اسما خلفوا هذا شويه بصح دينا 4 بوان وما داو كاليفيكاسيون. صورة أخرى صورة أخرى ممكن هذه أخي خير الدين نحيوه بالمناسبة هذه عندما هذه عندما واحد الحاجه نستناو فيها مازلنا نستناو ولا يشوف فينا هذه في نيم جزارني وهذاك ابني الاصغر الله يبارك عبد العزيز اللي الان عنده 11 سنه الله يبارك او يلعب تكشير او يلعب او يلعب فوتبول يلعب كرة القدم وش البوست وش البوست مهاجم قلت له ما تلعبش مدافع لان قلت له الدفاع كاع الضغط عليك قلت له روح العب القدام عنده ضغط ثاني القدام وكما ماركي شيراطي كيما مقبل ولا بن تحمان صوره اخرى
الأب عبد العزيز. نحيوها إذا لاعب لاعب دولي سابق. هذا الأب والأم واش نقدر ما تقدرش تشكرهم، هذا واش نقدر نقول ما تقدرش تشكرهم، الحمد لله على التربية اللي عطاوها لنا والله يطول في عمرهم إن شاء الله. الله قريب بزاف مواليك، قريب بزاف، قريب بزاف من لي بارون تاعك نتايا. قريب، احنا كاع الجزائريين قراب لوالدينا، احنا ماشي غير عبد الرؤوف زرابي، قريب. وحنا كي خرجنا صغار، انا خرجت صغير من المنزل صافي، لازم تكون قريب من الوالدين، تتوحشهم بزاف. ومن بعد زدت رحت انا لفرنسا، زاد خير الدين خويا زاد راح تانيك للبرتغال، لان شغل كيما نقولوا كبرونا ورباونا وعطاونا احسن تربيه، وكيما نديروا ما نرجعوا لهمش خيرهم بوسك ماناش قاعدين بزاف معاهم. والاب تاعك نعرفوه، قلنا لاعب دولي سابق وشفناه تو امتي، وكان تحب تقول كاش حاجه ليماك ممكن هنا في الكاميرا واش تقول؟ يما الله يطول في عمره، هي الصح ماشي بابا هو الصح، هي الصح. يتعفى عليك. لا لا هما متفاهمين بيناتهم، هي الصح على بالي بلي هي الصح. الله يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله صوره اخرى. هذه في فريق النيم اولمبيك. نعم كنت كابيتان ديكيب. احنا كي رحنا الوصيه اللي عطاها لي الاب، قال لي هاد الفرق المحترفه لازم قال لي تكون محترف في راسك وتروح تشرف في الجزائر، ماشي تشرف عائله زرابي. قال لي ان غدوه مغدوه دير غلطه يقول لك هذاك الجزائري، ما يقولش هذا زرابي ولا. لهذا الحمد لله كانت عندي فولونتي نخدم وجاي من الجزائر، على بالي لي كونديسيون اللي كنا عايشين فيهم واللاعبين اللي كانوا احسن مع عبد الرؤوف زرابي وما احترفوش. لان هذا انا عندما رحت للاحتراف في اوروبا كانت عندي لونفي دائما دائما في التدريب في المقابلات لازم دائما نخرج للمقابله تاعي. اش كنت ضحيه تاع الراسيزم سواء هنا في الجزائر ولا في فرنسا؟ يا الراسيزم دوكا نجي واش نجي نقول لك، هي احنا في بلادنا ماشي سهله. احنا دوكا في بلادنا ماشي سهله، لعبنا في فرق ماشي سهله وانت في بلادك. باش ماشي سهله. كاين فرق واحد ما باش ما نولوش اللور، كاين فرق ماشي سهله. صافي انت كي تروح لاوروبا واش يقولوا؟ ما تقولناش الفرق، مي واش يقولوا لك بايزون؟ ماشي يقول لك هذا براني بار اكزومبل، كيفاش انا جزائري تقول لي براني؟ انا واحد المدرب خطره ما نقولوش اسمه وان شاء الله الله يغفر لنا ويغفر له، بدا يهضر معايا. قال لي البرانيه وكذا، هو كان يلعب لاعبين معنا من واحد من بوركينا فاسو واحد من المالي الله اعلم. هو كي كان يهضر معايا انا كنت نظن يهضر لي على اللاعبين الاخرين. قلت له بصح الشيخ عندهم بزاف لي كاليتي. قال لي لا لا نهضر عليك انت. قلت له شنو؟ براني. قلت له انا جزائري كيفاش براني؟ دوك انت مورقله ولا متزاير ولا هذه بلادنا كاع، وين تروح راك وليد الدار، ما كاش براني. لهذا احنا كي رحنا هذا الحمد لله كي رحنا وخرجت من اصابه اللي قعدت عام ونص ما لعبتش. صح ماشي سهله باش تروح انتايا بروفيسيونيل عام ونص ما لعبتش، بصح الحمد لله كان عندي لونفي. وفي فرنسا كنت ضحيه ايضا، يافي دي ميساج دو راسيزم هكذا ولا؟ ما نكذبش عليك، انا لعبت 4 سنوات في اجاكسيو، هذه اجاكسيو الناس الفرنسيين يقول لك عنصريين. صح اجاكسيو لا كورس. صح بصح والله غير فوت من احسن الايام. الحمد لله واحد ما اداني، كنت نتدرب نهار يعطيني مدرب يقول لي تلعب 5 دقائق افون، يقول لي تلعب ماتش كاع ما نوليش اللور. هذه وجامي زعما عانيت العنصريه، بالك هما سي البونس ما نقدرش نقول لك. بصح الحمد لله في فرنسا اسكتلندا وين رحت لعبت الحمد لله. اي تري بيان. صوره اخرى. جون ميشيل كافالي. المدرب جون ميشيل كافالي اللي دربني في الفريق الوطني ودربني في فريق نيمو من بعد. عندك علاقة سبيسيال مع جون ميشيل كافالي؟ أي مدرب نقدر نقول لك بار اكزومبل، المدرب وشنو؟ يوجد لاعب اللي يلقى 10 جمال يقولوا لي هو جمال لاعب متوسط، بصح هو المدرب يقول لهم هذا لاعب كبير. أنا جون ميشيل كافالي كي كان معنا في نيمو اللي زدت متنت العلاقات في رمضان، قال لي عبد الرؤوف على بالي رمضان ماشي سهلة وكذا، قال لي تقدر تصوم وتلعب، قلت له نقدر نصوم، قال لي صوم والعب. شغل كيما نقولوا حسيتو الثقه كبيره بلا 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 الفريق الوطني، لانه هو كان مدربنا هنا في الفريق الوطني. ومن بعد عاد وليت اجون مع اجون زيرو. عبت اجون ماشي عباد كيما هادو اللي عندهم اكثر من 500 ماتش، ما تقدرش تكون تقول انا اجون تاعو. شغل انسان عنده 500 مقابله تقول راني هذا راني معاه، لان انسان كيما هذا الحمد لله دينا منه بزاف خبره، كان مدرب في ايطاليا في تما. هو عاونك قبل ما انت تعاون؟ هو عاونني بزاف وكذا، كان توجور لي مومون ديفيسيل كان توجور ديرير موا، ونبلغوا له التحيه سي يداوي شوفك. صوره اخرى.
لو غران ماتش ضد برازيل في مونبولي. ضد برازيل واش سوفينير اللي تقاردي في هذا؟ نقول لك هذه المقابله كنا نميريتي ونربحوها هذه المقابله. في البريمير ميتون كانوا عندنا دي زوكازيون نت ما ماركيناهمش. رونالدينيو كان اون فاس هذاك اللي رونالدينيو كاكا كانوا كنت حاضره في مونبولي. كانوا نجوم كبار تاعهم كاع كانوا هنا. وحنا الحمد لله كانت عندنا ثاني كنت معنا اسماء كانت عندنا ثاني اون ايكيب ناسيونال سوليدير بيناتنا ما كانش عندنا لوكو وكدا اللي حبوا يديروا هذيك لا زيزاني. درنا مقابله كبيره وهذه قعدت لي سوفيني لان بعد هذه المقابله امضيت في اسكتلندا. اكزاكتومون تو تافي. صوره اخرى مهدي مصطفى. حبيت ندير لك مهدي مصطفى لان انت تعرفه مليح وصاحبك مليح وممكن جزائريين كاين بزاف اللي نساوه احنا ما نسيناش لان مهدي مصطفى يعني مد كثير للفريق الوطني لكن خروجه للاسف كان خروج من الباب الصغير الصغير الصغير. واش تقدر تقولنا على مهدي مصطفى ولا راك معاه اون كونتاكت واش راه واش يتكل واش يقول لك على ليكيب ناسيونال واش احساسه؟ مهدي مصطفى انسان عنده غير العمل ما يهضرش بزاف. صح لحد الان ومازال يلعب في الدرجه الثانيه الفرنسيه في بيزي 50 كيلومتر على ولا 70 كيلومتر على نيم. راهو دائما اساسي في فريق بيزي. كان لاعب رغم اللي عمره ما جا للجزائر بصح كان عنده حب كبير للوطن صح. وكان لاعب ممتاز دار كاس عالم مليحه. واش هو يقول لك دوك اسكو يهضر لك شويه على لا سورتي تاعو؟ نهضروا على لي سورتي اخي كره القدم اذا نجوا نشوفوا il y a pas beaucoup de reconnaissance الناس ما تستعرفش بكره القدم هضرها يا بودر. لهذا عندما تكون لاعب وانني نقول لهم هذا الشباب كي تكون لاعب لازم تخدم ما تخممش انت غدوه باش يجي انسان يطلع عليك ولا انسان يطبطب لك ولا انسان يخدمك. انت عندك عامل تخدم ماكسيم ماكسيم تحبس لا كارير تاعك بالتوفيق. لهذا احنا ننصحوا الشباب اليوم يلعبوا قال كي تعود تلعب لازم تي بونس ابري كارير. نعم تو تعرف. صوره اخرى ممكن الاخيره الشيخ سعدان. الشيخ سعدان شيخنا ونحييوه بهذا. درنا صوره تاع الشيخ سعدان بيكسبليكيها علاش لان الشيخ سعدان هو اللي حاكم الفريق الوطني يعني وكي جا ما زدتش يعني ما زدتش تدعيت. لا ماشي الشيخ سعدان اللي نحاني من الفريق الوطني. نحاني مكتوب الله من الفريق الوطني. اش بدير ما كاينش مون ديستا ديجا كي تشرف الفريق الوطني 22 خطره. شوف شحال كاين من جزائري في الجزائر اللي مقاطنين في الوطن واللي قاطنين خارج الوطن. باش انت تخير 23 احنا دركا رانا فتنا في التدريب عندك 30 لاعب يوم الاحد باش دير 18 لاعب تبدا 18 لاعب عندك 30 لاعب. يا انت كي تكون سيليكسيونير عندك كومبيان دالجيريان دون لو موند دونتي. ومن بعد انا الشيخ سعدان يقعد الشيخ تاعنا ونحبوه ونحييوه. ماشي انسان نحاك من الفريق الوطني الى في سون شوا ما نحانيش بوتيت شي شوا سي تان شوا سبورتيف. شاف الانسان بالك اللي داه راح يقدم خير مع عبد الرؤوف زهرابي. هذه هي كره القدم لازم نخمو في الايجابيات. علاش نقعدوا حنا توجور دائما الشيخ سعدان هو نحاني ما نحانيش. الشيخ سعدان كان الشيخ ديالي ولعبت عنده وهذه هي الا كره القدم ونبلغوا له من هذا المنبر. يا سلام نحيوه الشيخ سعدان تاعنا. اكزاكتومون. شويه المغناوي هو فكاهي يعني ممثل فكاهي يعرفوك الناس في المنشار. مازالك توجور في الحصص تاع المنشار اللي راهي في لاشين الباهيه. الباهيه ايه ولات من الشعب للشعب. من الشعب للشعب. الوغ ممكن انت قلت لي اني مش درت لكم دي سوربريز شويه واش باش نبدلوا شويه الامبيونس. انتم جاتوا المنشار يا اخي. المنشار مين ذاك؟ بون بيسكو رحنا هنا في جلسه رياضيه جات في بالي واحد النكته هكا تاع واحد الجوار. الجوار يسمحوا لنا رحنا غير نزعقوا. قال لك واحد الجوار جا داخل الاصطاد. كي جا داخل الاصطاد دخل معاه مغيرفه. دخل معاه مغيرفه قالوا له هذه واش راك داخل بها هذه واش داخل بها هذه؟ قال لهم لا باش نحرك اللعب. يعطيك الصحة. وقبل ما نعاود نوليو للضيوف بيان سور الجمال رحموني وحتى وليد بوجنعفة، حنا اليوم ممكن مشاهدينا الكرام ما يشفوش لكن اليوم 29 ديسمبر اكزاكتومون درنا سنة يعني هو عيد ميلاد غير فوتها. درنا سنة من دو 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 لانيفرسار تاع غير فوتها لأن صافي عام وحنا وأنتم تشوفونا على قناة الجزائرية وان. وحنا حبيناش نديرو البيست أوف تاع العام اللي فات لأن كنتو شفتوه. حبينا برك نخيرو لكم
لقطات اللي شفناها في 15 العدد من 20 سبتمبر حتى لليوم. وحبينا نبداو باللقطات وين احنا بالك الحسن نازف ممكن انك حتى تحضرها اليوم، كاين الضحك كاين لي زيموسيون كاين فوتبول اوسي. دونك خيرنا في الباساج الاول تاع البيست اوف لي مومون وي افي لو بلوس ديموسيون. شوفوا معنا البيست اوف. عجوز 78 سنه مريضه ما على بالهاش لا حيه لا ميته ما على بالهاش كاع وراها. لك كل التحيه وكل الامتنان واطال الله في عمرك. الى اللقاء. فريق مولودية وغران نبغيه بزاف وما ننساش لي سيبورتير تاني اللي وقفوا معايا. نقول لك كنا نلعبوا من قلبنا نحوسوا نفرحوهم. لا جوز يما ربي يرحمها والزوجه الغاليه فقط على بالهم وين نرقد. عامين كاملين. خويا خويا ما نثقش فيه، كنت وحدي نغطي حتى اربع مقابلات خمسه سته اللي نجي نقول لواحد ديال الصحفي يقول لك لا انا نخاف. من بعدها مام با يمتيت ريسيبسيون. كان يبعت لك ورقه هذيك يقول لك فو نو رامني بلو فيت بوسيبل سون دوسي دي لي تروك دو بوليتيس ولا اداريه. حضر الدوسي تاعك وتخرج السلام عليكم. ملي يدير لك ني ريسبسيون تسناو لو 28 اكتوبر يعطيوك هذاك الدبلوم تاع الراب بحضور كاع العمال. عادي عادي تخرج عادي. كان كادي في المهد كوم كادي حتى جونيور وصلت له حادث على رجلو. بركا سي فور سي فور ميرسي سي تو. ممكن في ليموسيون وهاد في هذا العدد عندنا حوار حصري، حوار حصري ماشي اللاعب ولكن لفنان، فنان كان مريض ولا نقدروا نقولوا الى فخولي لامور لكن ربي طول في عمره ربي طول في عمره ايضا. يعني عانى كثير في العام اللي فات لكن الحمد لله اليوم راهو مليح واستقبلنا يعني بفضل دابور استقبلنا لان الى اكسبتي باش يستقبلنا. لكن حبيت ايضا نشكر الزوجه ديالو اللي استقبلتنا ايضا وحتى الابناء تاعهم. هذا الفنان هو عبد المجيد مسكود لي فيكتيم دان افي سي اللي خلاه يعني في الكوما وحتى صراو له يعني دي بروبليم دو سونتي تري تري غراف يعني لا فولي لامور كيما قلت. دونك درنا حوار حصري هذا الاسبوع كان مع زميل نسيم جندار. شوفوا معنا واش يقول الفنان عبد المجيد مسكود على المرض ديالو في هذا في لا بروميير بارتي. لا سونتي لاباس، انا نضربو دبزو دماغ اي دبزو دماغ اي ولات اي ولات شويه، مازالت رجلي مازالت يدي مازال شي تفاتف هكذا، ولكن الدهن ولا العقل ولا العقل ولا راح. ومن بعد جي اتوندي وستنيت حتى بالعقل بلاتي ما مليتش على كل حال بلاتي حتى ولا وليت نعرف ناسي وليت ولا المهم ولا كان معايا وليد عومه جعفر هدايا وجي يدي كاسيتات بروميت له كاسيتات جا باش يدي هذوك الكاسيطات هذوك بعد طحت هاي كيفاه بعد ما جبتش خبر. فطنت ايامات من بعد خرج درت ان بتي كوما شي غيبوبه في السبيطار هاي كيفاه كي حليت عينيا وليت ما نعرفش كوني داير بيا ما نعرفش ناسي ما نعرفش نهضر غابت الهضره تاني غابت لي شويه ولكن عاودت ولات بالعقل وهذا امر الله. حسيت بلي حاجه قراف اللي صارت لي سبحان الله وصارت لي حاجه قراف حاجه قراف غيبوبه اللي الجهه اليمنى هذه كاع ماتت هي بدات تحيا على كل حال. والجهه اليسرى رجلي قطعوها لي على حسب الركبه راني دوك يسمى اليسرى ما كانش عندي رجل تاع الفستي رجل تاع بوبيا عشان تجي تاع بوبيا
ديجا فوتبول. الله يسلمك. انا نولوا بالعقل، انا بلاتي رانا انا عاودنا نعرفوا ناسنا نعرفوا فوالا كيفاه. لازم ندم يقبل هذا مكان، يقبل هذا امر الله، بس لازم تقبل هذا بروغرام تاع ربي ماشي تاعنا كاع. ضربني علاه ما على باليش، ومن بعد نعرفوها هذه من بعد على باليش. انا في بالي ساعات كي نكون وحدي نجهل شويه على بالك، نجهل نقول يا ربي سيدي ما درت والو انا، واش درت انا غير الخير، غير الخير وكيف هذا. بصح امره هو على باله، ولا بلو انا واش درت انا. كي طحت ومرت عرفت حبيبي وعرفت عدويا، هذه كاينه منها، دي كاينه. ما هذا الدرس قريت ما كنتش نعلم، قريت وعرفت عدويا وعرفت حبيبي وستفت الحال. هذاك حل دافيد، هذاك حل دافيد، هذه ولا بود. الحمد لله على كل حال. على كل حال، وعبد المجيد مسكود فنان القدير بالرغم من يعني لفات كاع وشعانه طويل انا، وقعد مازال يضحك ومازال يحكي حتى لي زانيكدوت. تشوفوا معنا. على بك المراه، قلت له على بك خلصوا كيف السعوديه لافوتيز مرتاز، على بالك بلي خلاصوا لي بروتيز، لازم معرفه صحيحه لفرنسا وبالك على عام ولا عامين باش يجيبوا لي بروتيز. وخاتي تقعد هكذا بلي رجلك، قلت له انا علاه والله غالب قعدت رجل وحده هم كاع يضربوا عليها، رجل وحده وبرماوها لي ليا. قالت لي ليك برماوها، بصح قلت لها تعنسا ماتت في الضحك. الطبيب كي نحالي رجلي زيد نضحكك، الطبيب كي نحالي رجلي جا طلع عليا واحد قول واحد 15 يوم لو طن في طن وكدا بيا كدا 20 جور تلت ما كاش شهر، جا طلع عليا دخل للدار، واش راك سي مسكود لاباس صافا وي وقت الله طريب يعطيك الصحة على كل حال الله يكثر خيرك وكدا. قال لي نو خدمتي وكدا من ما تقول ما جبتش معاك لوبيا. قال لي علاه؟ قلت له باش ناكل اللوبيا في الكرعين. بدا يضحك. سير بي باسكو الحومه زايد في الحامه زايد ماشي بعيد على الصطاد، وكانوا خوتي يروحوا للصطاد ويدونا للصطاد والصطاد وسير بي وطاطي الحومه سي الحومه ما خلو. رديتي فينا الرويحه من بعد ما قالوا فنينا، مبروك علينا مبروك علينا بعد الغيبه ولينا، مبروك علينا مبروك علينا زهد بالكور الزينه. وخلي سيدي كرون جوار حق لي بلومي لي عصاد لي ماجير، بصح هذاك نحيب كي تحب تهضر على الفوتبول نحي الماس وهضر على الفوتبول في الفاوت مش ما ملعبنا والله ما شفت لا علينا بركة ونبيت. وبدو عيطوا له باع 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 جيبوا له الحشيش، باع 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 جيبوا له الحشيش. صدقني داروا بالو سونتر بدلوا لابال ضربها بدو بوينت ضربت لا ترانسفيرسال ودار ليهم هكذا خزر فيهم كاع سكتوا ماتوا كاع والله العظيم. الفوتبول كان تبنى كانوا كي تقول مولوديه تقول عواج تقول بوشري تقول زرقاء تقول جون باس، كي تهضر على اليو اس ما تقول مزياني تقول كاين بزاف واش بيك، كي تهضر على السير بيت قبل كدو ايه كدو تاني جمال 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 تضع السير بي تقول الماس عاشور سالمي جلالي تقول تقول والله كي تهضر على النهد تقول ينافي يعني نسيهم شويه مي ينافي وش بيك. حلو لي عبد المجيد مسكود، لكن اللي يحب يعطيها ممكن كلمه يعقل يعقب على والله. انا حبيت على كل حال العام اللي فات كي سمعت باللي مريض حبيت نروح نشوفه مع كريم اللي نحيوه اللي كان معنا، حبيت نروح نشوفه لانه قبل ما يكون فنان وقبل ما نكون انا رياضي هو انسان وانا انسان، اللي هذه الحاجه اللي خلتني بالك اكثر انني نروح نشوفه ونطلع عليه، لكن ربي ما كتبش واكم رحتوا جبتوه لي بالك هو اللي طلع لينا. نعاودوا نقولوا له نشوفه ان شاء الله، نعاودوا نقولوا نشوفه وان شاء الله نتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله،
وكما قال هو درس في الحياة رامي مدة درس. انا ولا كنت راح نبكي على كل حال باسكو تفكرت وليدي صغير توفى يا اخي كيما الله يرحمه يرحمه ويسع له. كما قلت حسن سي با فاسيل ميم حتى رجل مقطعه يهضر عليها يعني بالضحك. نعم تما تالمون قلبو كبير وتما هو صرالو ما كانش يسنى فيه وربي على كل حال نزل عليه كما يقولوا ان شاء الله ربي يشفيه ونزل عليه الرحمه على قلبه هذه شغل فريمون راهو كاين اللي ما صرا له والو راهو يهضر طلبوا له الشفاء على كل حال ان شاء الله. وبيان سور الغنيه اللي اشتهر بها سيرتو عبد المجيد بسكود الجزائري العاصمه ويحكي لنا يحكي لنا كيفاش حتى كتب هذه الغنيه وتشوفوا مالغي راهو مريض غنى لنا شويه عبد المجيد بسكود بور نو فيغ بليزير والجمهور غير فوتها شوفوا معنا. قعدنا ندير هذا العرس مازال ما بدا الحفله مازال ما بداتش. جميع اللي يجي يسلم علينا واش راك شيخ العاصمة ما تنساش اللي يجي يسلم عليه واش راك صافا لاباس العاصمة شيخ دير لها العاصمة قلت لك شو انا ما نغنيهاش خلي غني ايه كنا نضحكوا كنا نضحكوا ايه دوكا غنيها شيخ نص كمية ماشي كمية نص كمية ربع كمية ايوا قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين زاير يا العاصمة سومة قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لمن هم قيمة وكن هم الماتين راح الصوت نقول كي كنا وحدي نقول نهضر مع روحي نقول أنت كتبت هذه يا وحكاش من عادي وأنا غريب نوجه بروحي أنا عمي أنا كتبتها أنا كتبتها واش اسكت علي واش غرت غرت كنت هذه هي وهذا هو كاين وكاين الفكاهي كتبت الفكاهي بزاف جا الماء نوض تعمر جا الماء جا الماء في وسط الليالي مظلمة هذاك أنا كتبته بو عكاز عطيت له وحدة تان جيكجيكا يا جيكجيكا حملك كم يا جيكجيكا جيكجيكا يا جيكجيكا طلع لي مطويقة بيان سور عبد المجيد مسكود ما تجاوش هاد المحنه بدون الزوجه تاعو الغاليه اللي وقفت معاه وعانت معاه لكن لافير افيك بليزير وشوفوا الفنان القدير عبد المجيد مسكود كيفاش يتكلم مع الزوجه تاعو الميساج اللي يقوله لها عبر كاميرا غير فوتها شوفوا معنا. جيتي جن كوم تو الموند عرفنا البنات عارفين البنات نفدو وحده نتلقو وحده نفدو وحده نتلقو وحده كنا هكذا كنا نجرب حتى ايه عندك لحقنا وين لازم صح حقنا رحت ليها قلت لها جيبي لي وحده قالت لي بوه والبنات اللي تعرفهم الله يرحمها العجز الله يرحمها قالت لي والبنات اللي تعرفهم ما كانش وحده تصلح قلت لها شوفي لي وحده برك عينها شوفي لي وحده شافت لي ولينا نخطبوا خطبت انا واحد 2 مليون تاع البنات هو خطبت خطبت منين داك بوطا حلوه بوكي نور هايا بوطا حلوه بوكي نور هايا وندخلوا للدار نحكوا عليها كيف هو هذيك طويله وهذه هذيك قصيره هذيك سمينه هذيك فايحه كل واحد ما صفتش ما صفتش الاولى ما صفتش وحده انتك بوطا حلوه بوكي نور روحوا كيفاش يا وليدي وكعوانه هيا مازلت وحده من اللي نروح نشوف كيفاش يا وليدي وما تعرفش تلبس وهي رايحه السبايه صبت السبايه حتى طحت في النمرو هذايا طحت في النمرو هذايا والنمرو هذايا درك عندي اربع اولاد معها الحمد لله ما شاء الله وعندي والله غني ناسي شحال عندي زواج مدام
انا بلا ما نقول لك بلي نعزك ونحبك هذه بلا ما نقول لك ما تخليش نهضر هكذا خاطر راح نبكي. الله يخليك لينا، الله يخليك لوليداتك، وهذه هي ما نجمش نقول لك حاجه اخرى. هذه ونعزك ونحبك بزاف بزاف. هذه هي مدام. ميرسي مدام. تحيه كبيره لفناننا القدير عبد المجيد مسكود اللي راهو الحمد لله في حاله يعني احسن، ونتمناو ان شاء الله انه يزيد يتحسن تحسن حالته. اونكور اون فوا شكرا ليه، شكرا للزوجه الكريمه مدام مسكود، شكرا للابناء اللي استقبلونا واللي عطاونا الحوار الحصري. لا بروميير فوا يتكلم عبد المجيد مسكود في التلفزيون بعد لافي سي تاعو، دونك اونكور اون فوا ميرسي. وشفت عبد المجيد مسكود زرابي كيفاش يبرون لافي دو بون كوتي مالغي المعاناه تاعو. الله يشافيه ان شاء الله، والحمد لله كي تشوفوا يهضر سي لا فورس دو كاركتير تاعو اللي قدر يتغلب على هاد لا مالادي تاعو. ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله، ونشكروا بزاف الزوجه الصالحه باينه كانت طري طري امبورطون في حياته، وربي يشفيه ان شاء الله. هو فقد ذاكره لي يعني قد الذاكره يعني المده طويله. ايماجين ما كانش يعقل الزوجه تاعو شكون، ما كانش يعقل الابناء، وهي كانت تقول عانيت. سي بور سا كو سي مسكود يعني لا بلوري لا كراكي دون بيان سور. لي مالادي هادو ما يا خويا الله يشافي جميع المسلمين ان شاء الله. بصح لا مالادي اللي الناس مساكن هضروا عليه عبر التواصل الاجتماعي ومات هاو كدا، سي زاد كيما نقولوا كسر عائلته كاع. مساكن دائما يخموا على الاب تاعهم، وكي تكون عندك الحمد لله زوجه صالحه عندك في الدار اللي عاوناته بزاف، وندعو له ان شاء الله بالشفاء، وندعو لجميع المسلمين ان شاء الله. وش عبد الرؤوف؟ بيان سور يبكي كي تشوفين مالادي هكذا، والانسان سبحان الله ميم قطعوا له رجله وتوجور افيك هاد لومبيونس ويضحك وكذا، هو ما عندوش رجل قطعوا له رجله، ميم مع الزوجه ديالو يمازحها يقول لها لا جابوا لي رجل تاع تاع بوبيه بصح تاع مراه وكذا، باش تشوف لا فورس كاركتير تاع هذا الانسان. يا خويا ربي يشافيه ان شاء الله. وراح نشوفوا يوم السبت يعني غدا ان شاء الله الحوار الكامل لعبد المجيد مسكود اللي داره لنا حصه غير فوتها بعد الجزائريه شو ابتداء من الساعه 11 ليلا. دونك كونوا في الموعد ان شاء الله، لان راح وزالي ديكوفري بوكو بوكو تشوز اللي ما قدرناش نجوزوهم لان الحوار كان طويل. وراح نروحوا لوليد بوشنافه. وليد بوشنافه هو وكيل لاعبين، الناس ممكن ما على بالهاش، لكن انت دابوغ كاين لاعب وكيل تاعو هو حساني سي سا، وكان كنا هناك كلام كثير على حساني، جابوا مدان، جابوا فلان، جابوا فلان، يعني فين غوس بوليميك. اعطينا الحقيقه في هذه الحكايه وليد. والله القضيه حساني انا في الاول كان استدعي المنتخب الوطني في لقاء ودي امام غينيا، كان استدعي لقاء ودي ما قدرش يلعب لانه كان سابق لعب في المنتخب الفرنسي اقل من 20 سنه. الاتحاديه كانت تنتظر رد من الاتحاديه الفرنسيه باش يقول لهم انه لا هو كفيفة ولا ماهوش كفيفة. حسني استدعاءه في المنتخب الوطني كان من طرف المدرب الكاراس، ان المدرب الكاراس يستعمل التكنولوجيات الجديده في متابعه اللاعبين، كان شاف انه فيه احسن لاعب في السن اقل من 23 سنه في الدوري البلغاري كان الياس حسني. هو كان احسن لاعب في الدوري البلغاري، احسن لاعب اقل من 23 سنه في المنصب تاعه في الدوري البلغاري. نعرفوا قوه الدوري البلغاري، انه لما شفنا فريق لودوغوريتس مثلا في رابطه الابطال الاوروبيه انه تعادل مع البي اس جي، فاز على فرق كبيره في من هولندا من تركيا، وهذا ما جعل المدرب الوطني يقول لهم شوفوا هذا اللاعب الجزائري واستدعيه وهو كلش. وكانت الفرصه انه حساني استدعي للمنتخب قبل ما يستدعيه الكاراس. كان حساني كان طلبه في السابق المدرب غوركوف، كان عينه في مقابلة في الكأس فرنسا لما كان في نادي بوردو. وغوركوف كان حاطه في قائمة موسعة للمنتخب الوطني قبل ما يستدعيه الكاراس. دونك ما جاش معرفة ولا جا معرفة. لعب في المنتخب الفرنسي قبل ما يلعب في المنتخب الجزائري. نظن أن المنتخب الوطني تاعنا كبير باش معرفة فرنسا ما كاش. دخل لاعب معرفة باش يلعب في المنتخب الفرنسي، وأنه أنا نقول لكم أن كان عندي كلام عن المدرب المنتخب البلغاري بيتر خوبتشيف، هذا مدرب كبير في المانيا، كان مع اوتمار ريتفيلد واشتغل في بايرن ليفركوزن، اشتغل في هومبورغ، قال لي انه حسان يكون جا بلغاري كنت نستدعيه للمنتخب البلغاري. اه
نعم صافي توزيغ. تعرف ايضا مليح لان كنت انت عندك علاقات في بلغاريا، رئيس بولحي كان لاعب في بلغاريا. دابوغ واش داه يعني واش اللي داه باش رئيس بولحي يروح يلعب في بلغاريا؟ رئيس بولحي كان انا عرفته قبل ما يمضي في بلغاريا لما كان مع المدرب فيليب تروسي في الدرجه الثالثه اليابانيه. كنت عرفت يا رئيس بولحي كان يلعب هناك، رئيسك ساعدني، هو اللي قدم لي ناس في بلغاريا وعرفني على ناس في بلغاريا. كنت في تواصل معه مباشرة، اتصل بي من راقلي وليد راهم فريق بلغاري سلافيا صوفيا طلبوني، قال لي كحارس ثالث واش رايك نروح للفريق هذا ولا ما نروحش؟ قلت له روح، احسن لك تروح تكون عندك في تدرب مع فريق وراك تبحث على الاحسن. وبلغاريا كانت الانطلاقة تاعه، هو كان من قبل لعب في مارسيليا، لعب في اسكتلندا، لعب في اليونان، لعب في اليابان، ما مشاتلوش في بلغاريا، مشاتلو لي ليمون ديكلونشور كان في لا بلغاري، كما كان العاطف شاوش تاع المنتخب المغربي ثاني بدا في لا بلغاري، كما لاعب كافو البرازيلي، كافو الجديد ماشي كافو القديم، كان في الدوري البلغاري ومشى. واش حكايه رئيس بولحي مع النادي الجزائري اللي نخليك تحكيه لنا تقوله لنا؟ رئيس بولحي كان هذه رئيس بولحي كان بدون فريق، انا اقترحته على باي سنه؟ ايه اي سنه والله ماني شافي، في 2008 ولا في 2009 اقترحته على المدرب آلان ميشيل، كان عجمه البروفيل تاعو، كان خارج من اليونان، وفي حارس جزائري شاب 23 22 سنه، متر 90، عنده استدعي المنتخب الفرنسي في لقاء ودي. آلان ميشيل كان عجبه اللاعب، اقترحوا على المسيرين، المسيرين رفضوا انتداب رئيس بولحي لاسباب تبقى الان مجهوله. انا لحد المسيرين تاع مولوديه الجزائر بالطبع. فوالا دونك مسيرين تاع مولود الجزائر انا ذاك رفضوا رئيس بولحي. مسيرين تاع ذاك لقت مولود الجزائر رفضوا رئيس بولحي بحجه انه حارس غير معروف او شيء من هذا القبيل. فهمت باش نشوفوا كيفاش عمار عمور واحد ما يشوفوش مام با اللاعب ما يعينوش مام با يلو غوفوز كوم سا. ممكن كان عندهم خيارات واحد اخرين في الحال في مولود الجزائر، لانه يقول 2009 انضم ل 2009 كان مسير انا ذاك؟ والله ماني شايف شكون كان رئيس، انا كان عندي علاقه مع المدرب آلان ميشيل. داكو. هذا الوقت نظن بلي كان زيماموش هو الحارس الاول تاع مولود الجزائر وكان انترناسيونال. لذلك نظن بلي بالك فضلوا انهم ما يجيبوش حارس واحد اخر، ممكن ما يعرفوش البروفيل تاعو ولا ما يعرفوش من با. صح نوي. قال داروا مليح كيما عيطولوش باسكو كون جا لمولود الجزائر بالك راه يلعب هنا وما شفناهش بالك بال صح بالقيمه تاعو في الانديه اللي لعب فيها من بعد. كان عندي لاعب ثاني اقترحته على مولدية العلمة نبيل غيليس، كان يلعب في فريق البوسكينيري في ضواحي مارسيليا الدرجة السابعة ولا الثامنة. كان المدرب حكيم مالك قال لي وليد فيه لاعب عنده مورفولوجيا مليحة ويعرف يسجل، راح كان يلعب في كاسي كارنو بعد ضواحي ثانية مارسيليا، اقترحته على مولدية العلمة مع المسير هناك، قال لي وليد بتجيب لنا لاعب من الدرجة السادسة الفرنسية مش راح ينجح في الجزائر وكلش. غيليس امضى في موريريس موراه في الدرجه الثالثه البرتغاليه بعد الدرجه الثانيه وبعد بورتو. وي. انه اخطاء هذو يصراو في كره القدم، محرز شفناه رفضوه مارسيليا، بزاف كثير لاعبين مرفوضين فرق ونجحوا في فرق اخرى. لا احيانا كي تقترح لاعب يكونوا ثانيك لاعبين عندهم في نفس المنصب لاعبين اللي عندهم بوكو د كاليتي، ماشي زعما بار اكزومبل تقترح لاعب ميم يكون عنده بوكو د كاليتي بصح في الفريق يكون موجود، انت عندك رقم 10 مثلا تقترح الفريق يكونوا عندهم لاعب 10 انترناسيونال، اللاعب الاحتياطي تاعو انترناسيونال اسبوار، واللاعب الثالث انترناسيونال جونيور، صافي دير انت تجيب انت باش دير الكومبرومون في الفريق. احيانا يكونوا خيارات ماشي ما حبش يدوه ولا الانسان ما عندوش لي كاليتي، الفريق اللي با بوزوان هذا البروفيل. بصح لاعبين محرز انا نقدر نقول لك 17 سنه كان معروض حتى في فريق نيم. داكو. ونيم جامع الشباب وكذا كان ديسبيتمون كيما نقول لك شحال من لاعب شافوا باللي قال لك باش نجيبوه ويجي للسونت وكذا كهو كباقي اللاعبين ما داوش. الان شوف محرز الله يبارك وراه احيانا هادو دونك نيم ايضا رفضت رياض محرز. ماشي رفضوه كي تجي باسكو هنا تماك مواد افريل يدير لك ديسبيتمون يجيبوا كاع اللاعبين اللي مسينيالين اللي عندهم بوكو د كاليتي باش يختاروا يا ربي اربعه ولا خمسه لان عندهم هما تاني تاعهم. احيانا انت ما طابيش في هذاك النهار ما تكونش مليح، المدرب يشوف باللي في هذاك المنصب كاين لاعبين اللي يقطنوا في هذيك المنطقه نفس البروفيل، لهذا انا نشوف هادو ما دي شوا وهادو سي مكاتب. شحال من لاعب
اللي ما قبلوش. حنا غير نشوفوا من احسن اللاعبين الان في انجلترا اللي خداو احسن لاعب في انجلترا جامي لعبوا في سنتر فورماسيون. نشوفوا محرز خدا احسن لاعب في انجلترا جامي ما كان في سنتر فورماسيون. نشوفوا كونتي جامي يدير سنتر فورماسيون. نشوفوا محمد صلاح جامي سنتر فورماسيون. فاردي فاردي جامي سنتر فورماسيون. لهذا الانسان دائما ميم يقارديكش ان كلوب لازم تعمل وتواصل ما ينحولكش ان راف تاعك. وين بوش نافع وش حكايه الجزائر النوادي الجزائريه مع اللاعبين الافارقه؟ على بالي بلي انت ايضا تروح بزاف لافريقيا، وعلاش النوادي الجزائريه عندنا لاعبين افارقه نقدروا نقولوا في اغلب الاحيان يغيوسيس با ما عندهمش لو نيفو كيفو، يعني اللاعبين اللي عندنا خير منهم؟ مشكل النوادي الجزائريه في طريقه انتداب اللاعب الافريقي. لو كنا نقارنوا نفسنا بجيراننا التوانسه ولا المغاربه ولا المصريين، انه قليل النوادي الجزائريه ولا منعدمه اللي تبعث الكشافين تاعها للدول الافريقيه. لو كنت تروح تشوف كاس افريقيا الاقل من 20 سنه او اقل من 17 سنه ما حتلقى اي مدرب او اي مسير او اي نادي جزائري يحضر المنافسه هذه. بالعكس تلقى ريال مدريد، تلقى برشلونه، تلقى فالنس، تلقى كل الفرق. حتى النوادي الصينيه صارت تبعث الكشافين تاع الافريقيه، القطر صاروا يبحثوا. مشكل هو استراتيجيه كيف تعمل له ريكروتمون تاعك، استراتيجيه انتداب. كاين بوكو دانترميديا تقول الفرق الجزائريه تنتظر الوكيل لاعبين ولا المانجر ولا لوراباتور هو اللي يجيب اللاعب. وباش تبني فريق وباش تجيب احسن لاعبين افارقه لازم تروح تبحث عليهم في القاره السمراء، في النوادي، في الاكاديميات. اسمع شاطروا في الراي، اللاعبين الممتازين في افريقيا يروحوا لاوروبا، دوزيام شوا يروحوا لاسيا، تروزيام شوا يروحوا لبي دو غولف، كاتريام شوا باش يبداو يلحقوا لنا لهنا الجزائر. لان اللاعبين الممتازين ما تديهش اذا ما تخلصش عليه الترانسفير ما يطلقوهولكش. لاعب ممتاز يروح لاوروبا، ثانيا يروح لاسيا، الخليج باش يجي. لان هذا ومن بعد انت اذا ما عندكش دي ريكروتر، حنا في الفرق تاعنا هنا في الجزائر قول لي شكون الفريق اللي عنده ريكروتر؟ ما عندكش. ماشي ريكروتر اللي يشوف سير يوتيوب، هذيك سهله نقعد انا في كرسي وراني نشوف يوتيوب، هذا والله غير مليح عمار، لان انت باش تشوف سير يوتيوب اي لاعب يدير لك من احسن لقطات، اللاعب يدير لك من احسن لقطات، باش تشوف اللاعب لازم تروح تبعه اربعه خمسه سته. نشوفوا احنا فرق كبيره اللي عندهم ريكروتمون، اللي عندهم دي ريكروتور ويتبعوا اللاعبين ويسافروا ويغلطوا في الريكروتمون، هذا اللي يتبع اللاعب. انت باش تجيب لي انت جوار بالفيديو سير يوتيوب وما تعطيش مبالغ تجيبه ليبر، تحب انت تجيب لاعبين ممتازين، تجيب لاعبين اللي عندهم مستوى لاباس به، بصح ما تستناش منه باش يكون احسن من اللاعب الجزائري اللي راح يعمل لك هو الفارق. انا واش يستناو في الجزائر؟ يستناو وكيل الاعمال اللي كيكو فيديو تاع الجوار دراهم شحال شحال يخلصوا، ضم بلي يقدروا ممكن في 10 لاعبين ولا 15 لاعب ينجحوا في واحد فقط. زهر يعني اكود شانس. ضم بلي بالك ما كاش استراتيجيه كما قال الاخر، ولازم يشوفوا تظاهرات كثيره، ما يشوفوش غير في الشامبيونا، يشوفوا كيف يلعب في الشامبيونا، يشوفوا كيف يلعب في لاكوب، يشوفوا كيف يلعب في منافسه افريقيه مع الفريق الوطني. دون بلي اللاعب راه يختلف من منافسه لمنافسه. لذلك باش تخرج بلاعب ممتاز لازم تكون تسافر تغامر باش تقدر تجيب لاعب ممتاز للجزائر. اخي شفنا هذه شويه صعيبه على كل اخي عمر، شفنا شحال من لاعب في اليوتيوب يوروا لك لاعب نتايا غير لو بوت كذا، نهار كيجي اللاعب الجزائري ماشي نفس اللاعب. يجيبوا لك باسمه انت تشوفه. حكينا من لاعب انت تعرفه، مش حكينا من لاعب يعني اللي عاودنا بعناها في الجزائر. عندك سيريدي اللي في سطيف من بعد انتقل لسيون وانتقل وانتقل ستوتغارت وبال قبل ستوتغارت ومن بعد من البال راح ستوتغارت عاود له البال. عندك جيل بيني من الامسيو راح لليسبون. ديالو من الاتحاد العاصمه راح النونت. عندك دابو عثمان دابو راح لوهافر. عندك دياكيتي مولوديه العاصمه النيس. تقريبا هذو هما. وكاين واحد لاعب من سعيده امضى في نوشاتيل ما ذكرتش الاسم تاعو، خمسه ولا سته اللي مضاو. وعندك في مصطيف عندهم واحد وعدنا سيغتو ممكن نهضر على حاجه اخرى، بغداد بنجاح اللي سجل الامس ايضا مع الفريق الوطني اللي كان رفضوه الترجي التونسي ايضا. ايه بغداد بنجاح كان صارتنا حكايه مع الترجي التونسي، كنا اقترحناها على الترجي التونسي ومشيت العاصمه تونس انا ورئيس الاتحاد الحراش الحنيه محمد العايب والمسير الزبيري وتفاوضنا مع الترجي التونسي واتفقنا على كل شيء. لما رجعنا للجزائر التونسي كان بلاك اوت، ما زالوش اتصلوا بينا
ورفضوا انتداب اللعب. ست شهور من بعد بغداد بونجاحي يمضي في النجم الساحلي فريق الغريم ورقم شتو بغداد واش عمل؟ واش بدا نعم وممكن المغناوي كاش ما تحكي لنا حاجه كاش ما تدخل لنا حاجه هكا تستفادك تسمع السؤال المعلومات بون كيرام يحكيو هكا تفكرت لي جوار في لوروب باغ اكزومبل رونالدو ميسي في لوروب كاع يتصوروا معاهم وباطل ما خالصين عليها ما والو فلافا تاع البارتيه كيكمل البارتيه ميسي قلع التريكو تاعه يقيس على البيبليك الناس دابز عليه يديوه باطل. حنا هنا في الجزائر انا ليا شخصيا صراتي هذه حنا في مغنيه كاين بعيده علينا تلمسان حوالي 50 كيلومتر كاين واحد الهضبه سميتها لالستي نجول انا في لالستي بالويكاند نروحوا هكا العائلات شد جمل مشيت نصور معاه جاني مولاه قال لي ترونسمي ميسي ورونالدو باطل وهنا يا جمل تصور معاه ترونسمي جماعة قبل معنا حنولي الجماعة رحموني ما نسيتكش زرابي انت عندك ايضا تكلمنا على افريقيا عندك قصص في افريقيا على بالي باللي تحب بزاف نظامي افريكا وحتى يعني تحد يحسبوك منهم دي فوا لا كانوا كنا كل ما نروحوا الفريق مع الفريق الوطني شغل كنت غير انا الاسمراني كما يقولوا ومن بعد يجوا تماك اللي يخدموا في المطار يشوفونا كاع بلون كذا كاين غير واحد كحل يقول لك با نورمال ماشي زوج ولا ثلاثه كاين غير واحد يجوا يبدا يقولوا لي منين انت؟ زعما انا رايحين السينيغال ونبدا نهضر انا كيما اهدر كيما نقول لهم ما شو سينيغالي ها ماما مرة لي دو سينيغال ما مرة لي دو سينيغال اي مون بير سيت ان الجيريان C'est mon père qui m'avait la pression pour jouer pour l'Algérie. Mais moi, j'aime beaucoup le Sénégal. Juste avec l'Hassan Nazif, je vais te dire. Sénégal, il y a. برسوناج هذا يصلح معنا هو يصلحها هذا تخلصوها بزاف على بالك غالي غالي هذا راهو زرافي غالي مي سي فغي كان يدير بزاف لومبيونس في الفريق الوطني ما افيك سا دونك حتى خطرة مع بوليسي تو احكي لي الحكايه تاعك مع البوليسي بوليسي يا ربي وين في ليبيريا الله اعلم كان تماك الشيخ سعد اللي نحيوه بهذه المناسبه كنت نلعب ما نلعبش نلعب ما نلعبش جا بوليسي قاعد قدامي شافني هكذا كحل وانا قاعد ساك هكذا كان صايفي بوقره وعن طريحية قاعدين هكذايا ونستناو في لي ساك تاك تاك جا البوليسي قاعد قدامي يشوف فيا ونشوف واش من بلد هذا؟ الله اعلم الله اعلم كانت يا ليبيريا ولا رواندا جا البوليسي هكذا قلت انا واش بيه هذا وقاعد قدامي قلت والله غير ندير له هذا قلت له فيا مون فرير Tout ça, c'est notre coach. Va dire à notre coach, le grand joueur, c'est moi. Rah le Cheikh Saadel. Rah le Cheikh Saadel, il dit, celui-là, c'est un grand joueur, Cheikh Saadel. Il est le chef de la tour de Razé. باش تلعب برك باش يقول لك معروف هذا سري لعب لا لا باش نلعب احنا بور فير لومبيونس مع ليك كي دير سفاريه تاع سبع سوايع هكذا تحب غير تضحك عندك حاجه عليه جمال رحموني عندك حاجه عليه زرابي لي زيكيب اللي يلعب فيهم كاع يهضروا على السيريو تاعو ويهضروا على الاخلاق ثاني تاعو الكريديت يولي للبابا الشيخ عبد العزيز ما شاء الله الله يسلمك راح نقولوا لك بعد ما شوفوا العربيك تاعنا ناس الغربة اللي ناس الغربة اللي كيما عودناكم في كل أسبوع ناس الغربة اليوم بو عندنا واحد جا من فرنسا واحد جا من إنجلترا مغنية بون واحد غير هنا من البيان وعندنا واحد اليوم ناس الغربة تاعنا لاعب تاعنا جانا من كندا من كندا هو أيضا كيما حسن عزاف لعب في شبيبة القبائل صافي با تخي لونتون هو نسيم حملاوي شوفوا نسيم حملاوي واش راهو يدير في كندا شوفوا معنا Comme à tous les Algériens, à nos amis sportifs, à tous les téléspectateurs de l'émission Rel Foutra, à mon ami Amar Amour que je salue, Maakoum Nassim Hamlaoui, men Canada, plus précisément de la ville de Winnipeg, la capitale du Manitoba, une province anglophone où on a rani naïche. Ça fait une année,
ma femme et mes deux enfants. Oui, on a décidé de s'installer, ça fait une année. Et pour l'instant, alhamdoulilah, tout se passe bien pour moi et pour ma petite famille. Voilà l'université de Saint-Boniface. C'est une université francophone, comme c'est une province anglophone. C'est la seule université francophone. Oui, on travaille comme entraîneur de l'équipe masculine de football. Et cette équipe est 5 fois championne universitaire du Manitoba. Et j'essaie d'apporter mon expérience. La journée type commence tôt le matin. Je prépare les enfants pour aller à l'école. Win à la coulée halman des hommes, telmsid, m'hatam m'hanakdam dar. Et le bus scolaire passe les prendre. J'essaie de m'occuper la journée où je fais des cours d'anglais. Et aussi je m'occupe de la maison, où je fais les courses et tout parce que Marthe est traitée toute la journée, moi je travaille le soir. La différence entre je dirais, l'Algérie et Ouanaïa au Canada, c'est qu'on donne beaucoup d'importance aux enfants et on offre tous les moyens pour qu'ils vont s'amuser. Et ce parc, c'est vrai que maintenant c'est pas le moment, c'est l'hiver, tout est blanc, il y a de la neige. Et, il fait très froid, c'est pour ça que je porte un bonnet, mais je m'en excuse. Voilà, comme tu vois, c'est la plus grosse différence. Bien, l'Algérie ou Hanaïa, c'est que ici il fait froid et il neige souvent et la première chose à faire le matin c'est de débrancher la voiture. On la branche la nuit et on débranche parce que il fait très froid et c'est pour aider le matin pour allumer la voiture, ça facilite les choses. Comment je me suis retrouvé au Canada, ça c'est une bonne question. C'est ma femme qui a fait la procédure et moi je l'ai suivi. Comme je l'ai dit dans une radio locale, j'ai dit j'ai suivi ma femme les yeux fermés parce que je lui fais confiance. Et alhamdoulilah, pour l'instant, ça se passe très bien pour notre famille. Il fait froid, mais on s'habitue. C'est vrai que les premiers temps c'était difficile pour moi et pour ma famille par rapport au froid, mais alors on s'est habitué, c'est une question d'habitude et pour l'instant, alhamdoulilah, on vit une vie tranquille, loin du stress. C'est vrai, tu as le blad, tu as la famille, surtout Yima, tu as le Houma, la cité des fonctionnaires, Tizi Ouzou, tu as le Habab, tu as l'ambiance des stades parce que ça nous manque, mais on a choisi cette vie et alhamdoulilah pour nous. كندا وراه مدرب في فريق تاع جامعه تما في كندا. ايضا يتكلم كيما الحسن العزاف يعاود يتكلم على سورتو شبيبات القبائل وعلاش سورتو غادر شبيبات القبائل وراح الاتحاد عنابه. شوفوا يعطي السبب اللي خلاه يغادر الشبيبه انذاك. شوفوا معنا. Pourquoi j'ai quitté la JSK pour aller à Annaba? Il y a beaucoup de supporters de la JSK, les canaux Zafanin par rapport à ça. Je répondrai que à cette époque, quand j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la JSK, avec la direction et avec certains supporters, j'étais la cible numéro 1. Personnellement, j'ai beaucoup souffert de ça, ma famille aussi. Je recevais des menaces après les défaites. J'étais l'un des joueurs ciblés par ses supporters. C'est un choix réfléchi, c'est un choix personnel. Et à partir de là, je ne le regrette pas. C'est vrai que je regrette. La seule chose que je regrette, c'est à la JSK, on jouait les titres, on jouait la Coupe d'Afrique. Mais à part ça, à Annaba, j'ai connu beaucoup d'hommes, j'ai connu une belle ville. Un bon projet. Ma chère Nassim Hamlaoui, il est là.
Je parle des enfants du club. Il y avait avant moi des joueurs, les Raho. Après moi, qui est un les Raho. Il faut se poser la question de ce côté-là et les gens trouveront la réponse. Là, j'ai laissé ma place propre et à partir de là, maintenant, les gens. La plupart des gens comprennent ma décision de quitter la JSK à ce moment-là. Ça fait très plaisir de revoir la JSK à ce niveau-là, où il est deuxième le classement. Le plus important pour moi, c'est le retour du public. Je vois souvent les matchs de la JSK. C'est vrai qu'avec le décalage, je les vois le matin, mais j'ai pratiquement regardé tous les matchs qui étaient télévisés. Et je suis très content aussi. Parce que la plupart des jeunes qui jouent maintenant, j'étais leur entraîneur, l'équipe réserve, et je suis de tout cœur avec la direction qui a décidé de changer de politique et elle fait confiance aux jeunes joueurs. Il faut laisser du temps à cette équipe de s'épanouir et d'acquérir de l'expérience. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que pour moi, pour mon avis, il manque 2-3 joueurs d'expérience dans cette équipe. Mais pour l'instant, c'est un parcours très très positif. Inch'Allah, la JSK retrouvera sa place parmi l'élite et aussi parmi les meilleures équipes du continent africain. Bon voilà, كان معكم نسيم حملاوي من كندا. يقدر ميرسي ليميسيون غير فوتها بور لينيسياتيف. تفكرتونا نعطيكم الصحة. جيمري اوسي سويتي اون بون اني ا تو لي الجيريان ا ما فامي ولاد حمدي لا سيتي دي فونكسيونير يما العزيزة بيان سور. جودي اوسي باسي ان ميساج ا مون امي ا مون فرير فضيل دوب اوسي. جيسبر كو لا جي اس كا روفيندرا تري فور سيت سيزون اي لي زاني ا فينير. Merci à vous et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, Nassim Chamlaoui, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et nous avons eu le groupe de Nassim Chamlaoui, qui est avec Amal Amour. Oui, nous avons eu le membre de Tadghir Fouta. Vous avez eu le membre de Canada? ما كانش على بالي باسكو اللعب اللي فات جو بونس ولا كان شاد لي ليكيب ريزيرف تاع جي اس كا جو بونس اكزاكتومون اللي فات قال لك لا ماجوريتي تاع لي جوار هذوما جوستومون طلعوهم للا خدمتو بلي خدمتو تمناو له كل التوفيق وكان طري بون جوار بالك الحق بالاحسن لحقت بنت ماشي الحق بيا هو الحق بيا طلعوا من نفسه 2000 واقيلا C'est un jeune joueur qui a fait 18 ans, qui a joué quand il a joué un suspendu, qui m'a rahou, par exemple. Exactement, profil qui m'a rahou. Il a pris de place tout parce que c'est un bon technicien, un seul mkhallak. C'est quelqu'un de très éduqué. قال الناس ماشي في با لو سول اللي خرجت من جي اس كا كاين اللي خرجوا قبلي وراح اللي خرجوا بعدي يشوفوا الناس واقيل وعلاش خرجنا ذاك الوقت اسكو المشكل كان في الرئيس بحشريف حناشي اي بون يا في بوكو دو بارامتر بزاف بوكو دو بارامتر لي جوار علاش لي جوار لي ميور جوار سون سيبلي هي كي نجيو نشوفوا لاناليز كومو لي فات تاع لي جوار هادوما كي اون دي بروبليم سي با فورتوي هكذا سي با فورتوي سا فيان با هكذاك مانيبيولاسيون Il y a toujours quelque chose derrière. Nous, il y a le Jamahir Hadouma, nous, à tous les cas, normalement, il y a dans Bilad, des pays respectables, un club ou des clubs, ce n'est pas les supporters qui dirigent. Un. Deux, s'il y a manipulation, la direction dans le club prend la défense dans les joueurs. Mais ce n'était pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Le joueur, il doit être sécurisé. Blaman goul le cas, mais je suis pas déjà l'indifa ou la rani, on goul ha ou la, mais je n'ai pas
pour rafraîchir un peu les mémoires qui m'écoule l'insan. Des joueurs qui ont des jeunes qui sont dans des clubs, ils sont mal sécurisés par leur entraîneur ou là par le président Tahom. Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais je dis Agda, parce que des jeunes Agda qui passent des fois à côté. Ah, du le carrière. Qui m'a dit que j'étais menacé. Le manager Khouna Habibna, même Zarabi, où je connais Hadar, moi je vais un peu rejoindre ce qu'il disait par rapport au recrutement des joueurs africains ou là, les joueurs Tawana, qui va chez Roko, qui est un Wahed ou la Zouj. C'est assez simple, et net et précis. Là, en Algérie, il y a des joueurs, ils sont pétris de qualité. Qui fâchent. Ah bon. Il faut les détecter. Il a besoin de avec le suivi, avec ma cache, que ce soit à l'entraînement ou là en dehors. Parce qu'un joueur professionnel qui m'a attal, il ne s'est pas retrouvé avec subitement. Là, là. Finis. Finis. Non, on a un passeport, oui. Une doublette. Oui. On a un passeport jazaïri. ما نهضروش على اللي عنده نو نو عطال هي ويلعب فينيس دوكا قلت لي ما سي با كوبي باغ ازار فينيس مي باسكو لونكادرومون توتا في اي تي بيان انكودري فلا في لونترينمون اي اون بلوس دو سا فلا فلا دي بيان سويفي لا نيغوسياسيون وكدايا مي مي باغ اكزومبل دي ماناجير هكدا ما كانش بزاف تزاير صح كاين بالك واحد زوج ثلاثه ما تسمعش بهم دوكا بوش نافا بوديتر سي لا بروميير فوا كون سو فوا ولا لا لا احنا جبنا لان دي ميور ولا با دير لو ميور ا مون سونس سي با صافي بليزير ما صافي بليزير هكذا بالطريقه ويكون عنده معلومات هكذا ويكون عنده معلومات وعنده لو سويفي تاع لي جوار راني نشوف بلي لي بيان دوكيومونتي و لو سويفي تاعهم عنده كاع طالع لازاف كان عندك اكستيريور شباب بصح ماركيت تانيت نعم ماركيت تانيت كان عندك اكستيريور شباب شفناه مقبل اكستيريور ماركيت شويه ماركيت اوا ماركيت ماركيت سجلت اهداف بالاكستيريور ماشي بالاكستيريور فورسيمون يعني ماركيت كان سجلت اهداف اي يعني كاين دي بي واش هو الهدف اللي قعد لك في الذاكره كاين بزاف كاين بزاف وحنا خيرنا واحد جو سي با ولا حيعجبك ولا لا حبي لا تحكي لنا عليه معليش معليش شوف 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 كي كانوا كي ولاد على حسن مازال الجزائر العاصمة انتشار أكثر فوق أرضية الميدان بلال زيري فتحة وعلا نظيف يسجل نظيف يسجل ضد مرمى نظيف يسجل ضد مرمى في الدقيقة 13 من الشوط الثاني شوف كان بإمكانه يترك الكرة لصالح عدنان الحارس أو أخطاء وأهداف طبعا ونشوف الخطأ الكبير اللي ارتكبه نازف نتمنى انه وش صار لك يا هلال؟ باسكو سافايتي سا با دو ات فاسيل لان في الديربي مولودية انت كنت عمال مولودية ضد اتحاد العاصمة وسجلت ضد مرمى وش صار لك في هذه الاكسيون؟ اني معك اني معك شوف هاد الاكسيون هادي نحكي لك لا سويت تاعها كيفاش صارت احنا خسرنا 3 هنايا يوسمار بحد 3-1 لو ديكلاساج غدوه من داك كان افتسان هو لونترينر هنايا يو ان مالونتوندو بيني وبين علان هو ما قاش لاس تما نون سولمون خلعني كي شتو قدامي هي نورمالمون البالون كان نورمال نعاود هو كي شغل ارمى روحو هو يا اون ميزونتونت غدوه من داك في لونترينمون افتسان حكم علان حنا كملنا ديكلاساج حكموا تما ساعه هو يرمي له بالون ويقول قول لاس يرمي له بالون
الدوري الافتتاح شويه باك ما حبش يخسر وكذا سختو مع مولودي سختو مع الاسماء بدا يرمي له في البالون يقول قول لا عيط عيط في شراقه خلاص استنتع شراقه يعطيك صحه يعطيك صحه وحبيت قبل دوحنا نجي لك رحموني شوفوا البيست اوف ايضا تعلمي ديك لاغاسيون اللي شاهدتوها منذ بدايه هذا الموسم شوفوا معنا هاد لي كلوب اللي لعبوا على الالقاب فيهم ضغط شبيبه ما تلعبش على الحبقه واو فيها ضغط شبيبه شبيبه الالقاب كي تلعب الالقاب يكون ضغط ايجابي كي تلعب على الحبقه يكون ضغط سلبي الفرق بين المدربين اللي جازوا الفريق الوطني في الماضي سورتو لي زيترونجي بوكو سون با كومبيتون بارابور ا الماضي كي وصلت الفريق الوطني تم حسيت باللي ما راحش نطولوا ابو وعلاش ما سنيش كونطرا انا خدمت 3 شهور بلا بدون دون كونطرا بور مو لو بريزيدون تاع لا فيديراسيون ما عندوش كلمه الغاشي كان الصاد كاينو زاهينه 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 انا كنت نعرف غير زاهين يقول لك زاهين ما كنتش نعرف كيما كانوا يقولوا كبار كان كنت نقول لي زاهين نقول لهم بدراهم با افون جيت كنت نحب مولوديا كنت صغير ما نكذبش على الناس نحب مولوديا جوسكا بريزون نحبها مولوديا انا كنت كاباب بالك نضحي على جابت على جابت قبائل بصح انا ما نيغوسيوش معايا ديسيدا وحدهم هي صح في الحراش عباك الفقر والسعاده تما ما كان لا درهم انا كي حبس مشابيب القبائل شابيب القبائل كانت 11 لقاء بالمساهمه تاع الجميع سون ديفات صح حبس مشابيب القبائل 4 ماتش ماتشين واللي باقي كاع ديفات ماشي باسكو ما دي بن الجي باسكو واحد فيه يخدم بنيته وتظلمو تخلص تخلص جمال رحموني انت عايش في انجلترا لكن انا تخدم بزاف يعني تساعد بزاف الناس قلنا واش دير اما انا كي شفت الفيديو تاع محمد رحيم تفكرت لانغراتيتود تاع الناس اللي تنسى لي زونسيان كيما محمد رحيم الى في لي بوجو تاع ليكيب ناسيونال والحراش اللي تي بارمي لي بلو جون اللي ربحوا لا كوب دافريك دي ناسيون والناس دوك لي جون تاع دوكا ما يعرفوهش فوالا هذه تولي لانغراتيتود بون انا عندي باج فيسبوك فيها لي زونسيان فوتبالور الجيريان فيها كاع لي زونسيان فوتبالور الجيريان من تلمسان من وهران من عنابه من القل ونهضروا على الفوتبال الجيريان لي كرياسيون تاع لي كلوب ليستوار تاع لور كلوب لي فودات لي جازو من تما لي زونترينور كل شيء يعني ودرت مقابلات يعني حتى هذا الاربعاء اللي فات هذا الاربعاء لعبنا مقابله درنا اوماج للباي عبد النور وفوديلي تاع عين بيضاء اللي لعب مولوديه وبن عمر حسن وجاو معمرة جاو لاعبين كبار قدم جاو من بوفاريك جاو من بارتو لعبنا مقابله وساعدناهم حتى ماديا وكاين حتى يعني لناس يعني اللي عندهم حتى علاقه مع كره قدم وتساعدوهم ايضا دعنا فوا ساعدتو المره فات في قرصو كان واحد الشاب كما نعرفوش انا حكاو عليه 20 سنه في عمره عنده مسكين مرض السرطان ولعبنا مقابله خيريه لتما وجاو لاعبين كبار كاين لاعبين ما بانوش كيما عبد القادر المزياني تاع الحراش وهاب ماعيش دمدوم ما جاو لاعبين كبار ودرنا مقابله واستطعنا نلموا له مبلغ تاع المال وما شاء الله وبالمناسبه رؤوف زرابي جاء لاجل هذا الاوماج واللي عيطنا له من نيمو جا بارك الله فيه كيفاش تساعدوا كامل الناس كيفاش باش حتى يكونتاكتي كيما قلت انا عندنا باج فيسبوك واسمها قلنا واسمها لي زونسيان فوتبال الجيريان فوالا وفيها فيها تسمى لي زاكتور او ميم فيها وكل اسبوع تسمى ماشي غير نديروا هيومانيتي ولا نديروا ميم دي لايف كيما قلت لك ونحكوا على لي زيكيب كيما جاز غير كيما درنا على الملامسيه جاز معنا لو كرون عبد الوهاب زنير واحد زوج سوايع حنا لايف وانا نشكر لا تكنولوجي على كل حال شكرا على التكنولوجي شكرا سيختو الناس اللي داروا لا تكنولوجي تما ما كانش لي موايا تليفون ونعيطوا له في اللايف والناس كاين مشاهده عندنا اكثر من 7000 مشاهد منهم لاعبين حكام صحفيين وتما عائله يعطيك الصحة ان توكا ميرسي بوكو لو جيست لي جيست هادو ما نديروهم اسمع نشكرهم بزاف خونا جمال رحموني وخونا ياسين فراز اللي راهم يلموا الشمل بين تاع لي زونسيان جوار لان كي يكون الانسان ان اونسيان جوار محتاج تقدر تطيح في اي واحد كاونسيان جوار لهذا سي تري امبورطون لا سوليداريتي هذه ميم البارح حضرنا كانت تين ريسيبسيون كانوا لي جوار تاع الحراش كانوا الصحفيين كانوا جاو لاعب ليبي انترناسيونال ليبي اللي يلعب في براغا
ما هو حتى جزائري كي شاف هاد لاباج باللي الناس خاوه بيناتهم كليبي يعرف ياسين فراز يعرف خويا جمال جا حضر معنا ولعب بالمقابله وهذه المبادره ان شاء الله ما تكونش غير في الجي ان شاء الله ان شاء الله تعم ان شاء الله كاع وهران الصحراء الشرق لازم ان شاء الله ما يكون ان جوار اون ديفيكولتي ولا انسان سي با اوبليجي تكون ان جوار ميم انسان لان احنا جزائريين هذه الصفحه اللي داروها خاوتنا ماشي لازم تكون كأونسيان فوتبال ميم يكون انسان جزائري يكون يد المساعده نتمنى ان شاء الله الاتفاقات كاع لي زونسيان جوار الصحفيين ان شاء الله كاع نكونوا اللي تفيد هي مش الا المساعدات يعني حتى اللم الشم كان لعبنا غير كيما في لندن مقابله ودرنا الطعام درنا ثم عرضه لعبنا مقابله كاين لاعبين ما تلاقاوش 20 25 سنه كان كيما احمد عيد الحسين نحيوه بالمناسبه جانا من ليون تلاقى مع صادق حمايدي اللي عايش في لندن 25 سنه ما تلاقاوش تلاقاو تما تما حاجه ايموفون جوستوم تكلم على لي زونس جوار على حسن لازاف اسكو نتوما نتا مثلا لا كارير اللي درتها اسكو دوكا تقدر تقول على روحك هكا لا بغي يعني اسكو على ليبوك قدرتو يعني كيف جي با كومبري لا كيستيون قلت لك نتوما لاعبين هادو ما يتكلموا على اللاعبين القدامى اي تو بون ما نتوما ما كنتوش تخلصوا 300 400 500 مليون مالغري لا كارير تاعك لا كارير اللي درتها اسكو نقدروا نقولوا لاعب كيما مثلا ما كان ابغي دو بوزوا مثلا لا الحمد لله احنا على كل حال سيتي ان باساج دون ديسيني اي نوتر حنايا حنايا اوني بون مالغري اون فولي احنا كنا حابين نروحوا للاحتراف ما صبناش كيفاش مي هنا في الجزائر واش لعبنا وكذا بون ما لعبناش غير على الدراهم بنادم هذه ما يديرهاش بون صح هي حرفه مي هي كلشي بمكاتب الله تقدر تكون محترف تقدر تكون صح غرون تايا ان غرون جوا تو باس ا كوتي دو هاد البروفيسيوناليزم حنا ما درناش حبه باسكو حنا حبينا نلعبوا الفوتبال الحمد لله سي بور سا وفاد فيها اوسي لا جيستيون واحد ثاني لازم يجيري مليح ممكن الاموال اللي كان يربحها يعني والله نقول لك حاجه سي كيستيون ايكونوميك هذه سان ريان افوار ان جوار سافو دير يربح دراهم نو نو قلت لك ربح اللي كان يربحهم يعني يجيريهم مليح العقوبه كيما نقولوا بس كاين لاعبين اللي قدامى الحاله تاعهم يعني راهي لا على كل حال هاد الناس هذوما ماشي بغرضهم هما ماذا بهم دوك نهضر على دي جوار كيما نقولوا دي غون كيما بالتاج سمعت انا هذيك لا دانيير فوا قالوا لي بالتاج راهو في حاله صحيه وشويه في حال ان كا كيما بالتاج وان جوار بالتاج جي بوكو دي ريسبي لهذا الجوار هذايا كي تري زيدوكي و تري غون جوار جاز برك هنا في الجزائر نو سي ان غون تري تري غون جوار تري غون جوار من بعد يقول لك باللي تسمع حاجات شغل تستغرب قول سبحان الله باسكو يا ان ديفيسيت ايكونوميك اللي صرا حنا ما راناش فرنسا وما راناش حنا رانا الجزائر كنا في 98 بحاجه كما يقول اقتصاديا وفي هذا في هذا الوقت هذايا في لي زاني 2000 حاجه وفي هذا الوقت راه حاجه واحده اخرى Exactement. Alors, il faut profiter. Exactement. Il faut profiter, surtout bien gérer. Ou coucher le mektoub. L'iktibou le karbi hnaya, t'diyeh. Officiel. Exactement. Ou, kina, mendo bidayet l'mousem, il y a eu des déclarations fracassantes, mais d'hakna aïdan, surtout, ma Mohamed Khassani laouraib alina lioum li asbab charsiya, n'kolo lo, rabbi, rabbi aounou, yani, rabbi, yikoun ma'ah fil'oun, lakin abtila min l'usbou al-qadim rahi wulli, choufou aïdan, waj d'hakna, fi ghir foudha, mendo, chahar septembre. Choufou. خير خلق المحبوب يا نبع الايمان والله لا صدام في كريستيانو صح دار له ديتاك الوغ كي هضرت معاه كي هضرت شوف برك اش قال لك ميغاز شاهي يهضر معاك خطره اش قال لك زعف زعف شويه شفنا بلي زعف شويه دو فوا دو فوا زعف شفت اش قال لك بشويه بخشوش كالما اش قال لك كالما كالما
بوخا جوج حسب قال له دولما هو قال له كالما. ينطلق مشري بشير راح 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 مشري راح مشري راح وراح حتى للشبكه باسكو لا ماركي حرشيت. ها هي ليك اماليك انت شيك فانتاستيك ومع كل كلمه كان يراو انت شيك فانتاستيك ربي يخليك خمسة وخمسة عليك وزيا يا 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 دروك ما تقول زيا يا تقول اي 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 كره حبس البارتية. نعم كما قلت لكم اليوم الجمعة 26 ديسمبر اليوم سنة من يعني من ولادة غير فوتها على القناة الجزائرية وان وإن شاء الله إن شاء الله نوفخ أنكور بلان 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 دوطخ زيفوغ باش نكونوا على في حسن ظنكم أنتوما مشاهدينا الكرام. وبدون إطالة راح نستقبلوا وبغيك اللي تسناوها دائما في نهاية الحصة تزيفوا مع نسيم جندار. مساء الخير نسيم. حييت مليك طويلة. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. اليوم اليوم تيزيفو ماشي تيزيفو اون رياليتي سي اون سانتيز تاع واش صرا كامل في العام. شوفوا سي تو سبيسيال هذا. فوالا سي ان تيزيفو سبيسيال فان داني. شوفوا معنا تيزيفو. كل عام يجي بخيره ويضويها علينا بنوره. 2018 تبان لنا ما قصناهاش كيما حضرناش في روسيا وما زهيناش كيما في البرازيل في 2014. ما لعبناهاش وقريب ما شفناهاش على جال الغلا تاع لي زابورمون تو سامبلومون. بين سبورت حكمتهم اللهفه وغلاو علينا الشربه والفرجه. اوروزمو كاين بيراطاج وكاين حنان الزدياف اللي سلكتنا من لاراج والديكوطاج. 2018 جاب خير وتحبوا ولا تكرهوا كيما جاب دموعه وجاب هبلو وعيوبه. عندنا ما شفنا في هذا العام وما بقيناش غير في الاحلام والاوهام. شفنا رياض محرز مضى صح في مانشستر سيتي بعد ما بدينا نقطعوا الياس وكرهناه بالمايو تاع ليستر سيتي. شفنا ايضا يوسف بالليلي عاد للمنتخب الوطني بعد ما فاز برابطه الابطال مع الترجي التونسي. شفنا جمال بالماضي داوي في جروح المنتخب الوطني واهله للكان المقبله بعد ما كان منسي في الغيبوبه. شفنا السنافر فرحانين باللقب الوطني وزادوا فرحونا مع شبيبه الثوره كي تاهلوا لاول مره لدوري المجموعات في اكبر دوري افريقي. شفنا لاعبين اليوسام بيارا فدين لقب الكأس الجزائري والمفخرة الظاهرة على وجه المناصر بالعباسي. شفنا المليح وحشمنا من القبيح اللي دفع رؤساء الأندية يتشاتموا يتهموا بيناتهم بالرشوة والفساد في البطولة. وتحسرنا في كل مرة شفنا فيها المناصرين يترشقوا بالحجارة تقول راهم يحاربوا العدو وماشي خاوة. شفنا أيضا إقصاء وفاق سطيف واتحاد العاصمة في بطولة العرب ومنتخب الإناث من الكان بلا ما يكسب. وشفنا البغض والحقد ضد رابح ماجر خلاتنا نتسألوا إذا كان لازم يدبحوه بكل هذا الخناجر. شفنا أيضا أحباء وزملاء ولاعبين قدماء غادرونا وعادوا إلى المولى وإن شاء الله طاهرين. هذا ما شفنا في 2018 وإن شاء الله نشوفوا الأفضل في 2019. نعم ان شاء الله نشوفوا خير 2019 ونسيم جنة تروح الفريق تاعك منا. بصح انا قبل عندي سؤال لحسن لازاف. كاين مناصر تاع شباب بلوزاد قال لي لازم تسقسيه صح في لقاء كنت مع شبيبه القبائل ضد شباب بلوزاد وش بونس صح قالوا لي دخلت بانكو بلي تاع القهوه للسطاد صح فوالا. ماتش روتور في شامبيونا جياسكا سي ار بي جياسكا الفاوز. انا تالمون تما كان عندي مشكل مع المدرب السابق كامل مواسا تما ما كانش يلعبني وتما على بالي بلي ما حش نلعب. كان البرد في 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 الميدان كان القهوه كان سعيد كوبا الله كيما يقول الله يذكره بالخير كان يدير لنا لاتاي في الفيستير. اي ما دخلت بقوبلي اتاي تاعي. سي سبيسيفيك على حسن لازم فهادي ما كاين غير انتي تقدر ديرها. كاين غير انتي تقدر ديرها. نروحوا الان الكويز تاعنا دونك الوغ الكويز تاعنا فهمكم هذا الفريق تاع نسيم جندر هو فايز في كل براتيكمون
ملاك 10 على 5 مساكر مساكر دونك اليوم essayez de vous rattraper la dernière de l'année bon and je pense que c'est équilibré ya غناوي ما باش ولا يشفى شويه سي équilibré رايحين نشوفوا الصوره الاولى قولوا لي شكون هذا اللاعب وين كان يلعب؟ ولا عاوني نعاونكم ما عرفتوش كان يلعب في عين البيضاء مقران نو بالطيب نو عبد الحميد اسمه وكان يلعب في الفريق الوطني ما عرفتوش عبد الحميد بوراس عبد الحميد بوراس لاعب دولي وكان يلعب ايضا في عين البيضاء هادو تعرفوه دونك فو فير فيت شكون هذا اللاعب غولة حسن غولة كان في ألوان شباب واحد مقابل صفر شكون هذا اللعب سلمي جلالي سلمي جلالي سلمي جلالي مع شباب الوزداد بيانسور شكون هذا لابيرسوناليتي شكون هذا لابيرسوناليتي الله أعلم تقدر تعقلوا عمور ها؟ نعم في الغرب الجزائري قسنطينة عمور الغرب الجزائري مستغانم هيا الغرب وداد مستغانم رئيس تاع وداد مستغانم رئيس أوبليماتيك في وداد مستغانم عرفتوش شاقور محمد رئيس وداد مستغانم شكون هذا؟ personnalité emblématique aidan شوفوا معنا معروف هذاك ابو عبد الله برافو رشيد ابو عبد الله رشيد ابو عبد الله رؤوف شباب باتنا رئيس سابق لشباب باتنا 2-1 قولوا لي دوكا شكون هاد فوالا بات لي الصوره شكون هاد شكون هاد اللقاء ستيف 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 الفريق وفاق ستيف نعم شكون في الصورة؟ عبد الحميد شكون المدرب؟ العريبي العريبي برافو العريبي الله يرحمه الصالحي أو الصالحي فوتي قدم كفر مقابل واحد شكون هذا الفريق؟ مولوديا لا 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 باينة باينة عمار لا لا هذه من اليوم قبل يوم هنا أنا شفت بويس ديرك مش دال مش دال استنى رابح شكون؟ عمر لحسن مازال ما جبت والو احسن نازف مازال ما جبت والو شكون هذا الفريق؟ مو تلمسان برافو عفو عليك وداد تلمسان في 1986 انا شوف يلا نورمالمون تعقلها 3-3 شكون في الصورة؟ شكون في الصورة؟ بو عليك بو عليك بوعلي بوعلي قائد الفريق شكون هذا اللقاء؟ مولوديا فيورنتينا قبلك بياجي ساتيك ساتيك لاسو لا 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 بياجي بندر برام بندر برام رابيد دو فيان با 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 باريس سان جيرمان رائد فيان كان شحال النتيجة 2-0 واحد مقابل صفر شكون هذا اللقاء؟ جينوا برشلونة برشلونة جينوا سامبدوريا دو جين قالها
شوفوا الأربعة الفريق قولوا لي شكون هذا اللاعب؟ سنتيني سنتيانا اللي كانوا ضربنا في مارسي واسمو اونترينر تاع ساندرلاند شكون هذا تيكا كوفر هذا الكوش كوفر الكوش يعني ايتور كارانكا مدافع ريال مدريد السابق والصوره الاخيره بوفيغ اليزي شكون هذا اللاعب غزال هذا تقول محبسي هذا حبسي جوفنتوس عبد القادر غزال شكون حبس هذه مازال ما سمعتش باولو مونتيرو باولو مونتيرو بارك علينا عمرك كاين واحد ثلاثة ما قالوهم داروا غير هكذا يا ربي العجب يا ربي دوش لك خلونا عنده حكاية ناسي محكاها الناس لازم نكملوا بها شيخ بابا تعبي مع باهما الله يرحمه واش كان يديروا باباك باش يتربوا جنب الغسالة متنا كاع العائلة تاعهم عائلة بحمان الله يرحمه ان شاء الله يوسع عليه علما كان اللي ما يعرفوش بحمان سي ان بلاك كيما رؤوف شويه عليا كيما بابا كيما بابا كان الاب في نصر حسين داوي يحكموا البوس روحوا يلعبوا باغ اكزومبل في وهران في قسنطينه باش يديروا لومبيونس ما كانش لوطوروت بكري كان طريق طويله شويه الاب يقول لبحمان يا لك حل يدور بحمان يشك فيهم كاع بصح هو يقول لك امبوسيبل واك حل يعايرني انا الله يرحمه ويسع عليه ان شاء الله وصلنا الى سون دو بيرسوناليتي ادورابل ادميرابل هذوما امبليماتيك اوسي امبليماتيك وليد بوجنافا يعطيك صحه ميرسي بوكو اللي جيتنا اليوم وفدتنا بمعلوماتك الله يسلمك بارك الله فيكم مزيد من النجاحات والتألق للطاقم حصة غير فوتها وإن شاء الله استمرارية للسنة المقبلة الله يسلمك سي جمال رحموني يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعطيكم الصحة الاستضافة أنا نشكركم ثاني على لي ريبورتاج اللي ديرهم تروحوا تزوروا لي زونسيان اللي نساوهم كيما رشيدة دغيغ لا دانيير فوا هاد الخطرة مع مسكوت اللي يحتاجوا واحد يسقسي عليهم والآخر وأنا حبيت نبلغ سلام للوالدة الكريمة اليما اللي راهي مريضة شوية ربي يجيب لها الشفاء إن شاء الله ربي يجيب لها الشفاء إن شاء الله الوالد المغناوي سلام كلمة أخيرة يعطيك الصحة باسكو جيتنا من المغنية أنت وزميلك يعني صاحبك جيتونا سبيسيال مور غير فوت دونك تحب تكملنا بحكاية تحب كيما حبيت سيريو بغيت تقرعيجة خفيفة تفضل نصحاب المشار نبغيو نقرعجوا هكا كاين يقول لك جينيرالمون البنات يبغيو حرف الميم بويسكو راهم هنا كاين لي جون الله يبارك بزاف كاين اللي ما راهش عارف علاش البنات يبغيو حرف الميم علاش؟ ما راهمش عارفين معليش انا نقولها لهم اليوم باسكو كاع الصوالح اللي يبغيوهم البنات يبداو بحرف الميم ماكياج يعطيك الصحة في المراية ما عنديش لي زينيتي ما عندي حتى واحد من غيرك ومهند اللي دخلنا هو مقنس ماشي مهند
والقائمه طويله واللي يعرفوا لي جان يزيدوا وكان قالوا ما تجيش تعيط لي ما تجيش ان توكا يعطيك الصحه اللي جيت مغنيه نبلغوا تحياتنا للناس مغنيه كامل ونزيد بمزيد من النجاحات في المنشار عبر قناه البهيه اللي يحبوا يشوفوك يلقاوك تما يعطيك الصحه وحنا ثاني نشكركم على حسن الاستضافه وان شاء الله نتمنوا لكم مزيد النجاح والتالق ومن هذا المنبر نحيي كامل سكان مدينه مغنيه اللي راهم يتابعوا فينا اليوم ونشكروا الضيوف تاعنا اللي جاوا معنا اليوم وحضروا معنا ثاني هم الله يبارك فيهم وشكرا يعطيك الصحه دراوزا ربي سي ان بليزير كيما بكري كيما دورك دونك سي توجور ان بليزير دار دارك ومرحبا بك في كل وقت بارك الله فيك بليزير بارطاجي نعزيو عائله مداحي اللي توفات لهم الام الكريمه ربي يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله ونتحي مدرسه اللي داروا مدرسه في الحي تاعي في بنغازي في برقي اللي هم يعملوا بالشباب ان شاء الله نطلبوا السلطات ان شاء الله يعطوهم التفاته يخدموا لهم الى الملعب برك لانهم عندهم ملعب كارثي كارثي ان شاء الله نتمناو ان شاء الله السلطات اللي يديروا لهم التفاته يخدموا لهم الملعب هذه مدرسه بنغازي اللي جايه في برقي ان شاء الله يعطيك الصحه عمار عمود صحة. ان شاء الله العام المقبل اللي يكون خير من هذا العام اللي فات ان شاء الله يا ربي انا فرحانين كي خلص 2018 وي الحمد لله اوني دو يا اوني دو نتمنى عام سعيد لكاع الجزائريين اولا ان شاء الله نهايه الاحزان في 2018 وبدايه عام جديد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ونشكر الضيوف على الافاده اللي فادونا بها والجمهور اللي حاضر والجمهور اللي يشوف فيه. ميرسي بوكو يعطيك الصحة باسكو قلت لي وي غير عيط لك قلت لي وي دونك والله غير والو لي رومارسيمون سي بور فو على كل حال كي انتوما كي تو لو ستاف تكنيك تاعكم هذا سي اون ايميسيون فريمون سوبرب وزيد البوبليك فريمون وزيد بلا ما نساو خونا حبيبنا واسين هدايا جمال والمناجر تاعنا وخونا صغير زرابي بون بلا ما خونا ثاني ميمر سو فوت ان بليزير على كل حال بور موا انا تاعي فريمون فوزيت فريمون بروفيسيونيل وان شاء الله بون كونتينياسيون وبون اني بور تو بور تو لو بوبل الجيريان نسيم دي فو ولا عندك دي فو تفضل دي فو يا خويا نعطيكم انفورماسيون برك بيك سي مون كوزا عرفت قال الحمد لله كيما قال عمر 2018 هذه قاسينا شويه انصومبل كامل توت ليكيب تاعنا نقاست كل واحد في اون بيريود بريسيز كو سوسوا انت اسماء انا خساني مي الحمد لله ريستي دوبو ديما عندنا لو ميم بروجي ديما الأخوة بيناتنا الحنان بيناتنا وسيرتو سيرتو اللي جاو عندنا الضيوف اللي جاو عندنا عمرهم لا راحوا مشنفين ولا زعفانين ولا غضبانين منا ديما نسيو نشوفوا نقربوا بين الناس عمرك ولا تشوف زعما عندنا حنايا الناس يتخاصموا يخرجوا لبرا متشحنين او كونترير اللي جاو متشحنين يخرجوا منايا بقلوب نضاف والحمد لله هذاك هو راس مالنا بيان سور انايا نشكر كامل كامل طاقم حصة غير فوتها من صحفيين اللي عاونونا من توتاح بيان سور شعيب كحول اللي عاد معنا دائما حصتنا وعاونا بزاف بزاف كامل التقنيين بيان سور اللي صافي عام هما معنا ومازالوا معنا في هذا الاستديو الشباب كامل التقنيين لا ماكيوز لي ماكيوز تاعنا باسكو سيسي وفاتيا سون فريمون ادورابل البوبليك تاعنا اللي كيما قلت لكم لي اون ا توجور الحمد لله الحمد لله on a toujours eu un super public les proprios du studio Sofiane ou Sabrina bien sûr حتى بوشرا بيان سور اللي نحبوهم بزاف بزاف انا نقول لكم في نهايه هذه الحصه بيان سور لان نهايه سنه 2019 عام سعيد بون اني ميور فو كل عام وانتم بخير راح نكونوا هنا في 2019 ان شاء الله avec d'autres émissions inchallah encore meilleur et meilleur avec d'autres invités inchallah li ajboukoum w ykounou fi lmoustawa nhayikoum bonne année meilleur vœu koul aam wntouma bkhir tahlaou fi rwahkoum w nkemlou bark jitia b ghunya ta عبد المجيد بسكوت لي الحلوه encore une fois merci beaucoup bonne année
ماشي نهاية ناسي اليوم غدوة وزيد من الغاب اترطب بالقلب القاسي شعورها شفرها والخد تهب الكحيل النعاسي برويح سهارة عطرونة سمتها الويز وماسي طبلون سلطاني وزمر فرقها خرب لساسي عقلي من هواها مهملة شوفوا شوفوا